داز في الحراسة المرمى سيدي محمد باباكار ابراهيم امادو تيجاني كاميرا بابا عبد الله ودوميني جيبو وعبد محمد الشيخ وبال حسين تفاعل المباراة طبعا في هذه اللحظات محمد عبد القادر مسعود مستعجل سيدي مولاي عبد السلام بلال العيد محمد هذه تشكيلة نادي الحرس الوطني التي يعتمد عليها اليوم المدرب في مواجهة نادي داز الحرسيون معروفون بقوتهم معروفون لتاريخهم الطويل في بطولة الدوري الوطني أما بالنسبة لنادي الحرس الوطني في حراسة المرمى علي كيام الحسن سالم وهذه أول هجمات خطرة لنادي داز الذي يدخل هذا اللقاء وبقوة يعني إيقاع سريع للغاية منذ الوهلة الأولى والمباراة بإيقاع سريع حتى هذه اللحظة داز بمواجهة نادي الحرس الوطني هنا في ملعب شيخ عبيدي السيدي مولاي الرائع هذا الفتى كم أنت رائع يا سيدي مولاي يمرر يوزع الكرات من هنا وهناك طبعا الحديث والحديث الشارع الرياضي عن هذا اللاعب الذي أمامنا في الصورة سيدي مولاي هذه طبعا تكت بدلاء نادي داز الذي قدم مردودا أكثر من رائع قدم موسما ماضي يعني ولا أروع هذا النادي الصاعد حديثا إلى دوري درجة أولى السنة الماضية حدث مركز الثالث بل كاد أن يتوج الدوري الوطني لولا التعثر في آخر الجولات قدم مردودا أكثر من رائع الحرس نادي داز الذي أمامنا هذه الصورة هذه دكة الدولة التي سنشاهد بعض الأوراق الرابحة في شوط اللقاء الثاني إلى الجهة اليسرى كرات متبادلة لنادي الحرس الوطني جوب تعود إلى الدفاعات كرات متبادلة الحرسيون والعناد وهجمة مرتدة مفتكة مرتدة أوهو إلى الجهة اليمنى داز هو الأقرب أوهو في العارضة في العارضة يا الله يا الله يا الله داز من الوهلة الأولى يهدد مرمى الحرس الوطني يعني في العارضة ثم بعد ذلك يعني في العارضة الأخرى يعني هذا الهدف لم يرد له أن يدخل إطلاقا كرات متبادلة في هذه اللحظات الحرسيون يحاولون الرد وبسرعة مباراة بإيقاع سريع للغاية منذ الوهلة الأولى نحن في الدقيقة الثانية من زمن شوط اللقاء الأول ونادي الحرس الوطني طبعا هذا حارس مرمى نادي الحرس الوطني علي الشام طبعا الذي يعول عليه نادي الحرس الوطني اليوم هذه الهجمة الخطيرة والكرة المفتكة التي شكلت يعني خطورة على مرمى نادي الحرس الوطني هجمة مرتدة للحرسيين عن طريق الرواق الأيسر الحرسيون مباراة سريعة مباراة شكلها فيها هدف فيها هدف بعد دقائق قليلة وهذا طبعا حكم الراية يأمر يشير إلى وجود تسلل على نادي الحرس الوطني لاحظوا معي أوهو هذا الهدف لم يرد له أن يدخل إطلاقا في العارضة بعد ذلك في العارضة الأخرى بعد ذلك بردا وسلاما على مرمى الحرسيين إذن مشاهدينا الكرام مباراة بالإمكان أن نقول بأنها مجنونة منذ الوهلة الأولى هنا في ملعب شيخ عبيدية نستمع الآن إلى طبعا شيد الحرسيين يا الله يا الله على نادي الحرس الوطني بفرقته الموسيقية في ملعب شيخة بدية بفرقته الموسيقية في ملعب شيخة بدية حينما يلعب الحرس الوطني الإيقاع الموسيقي يخرج من مدرجات ملعب شيخة بدية هنالك خطأ في هذه الحالات لصالح نادي الحرس الوطني لنادي الحرس الوطني أمامنا في الصورة كرات متبادلة تعود إلى الوراء الولي جاي يحافظ على كرته طبعا هذا هو قائد نادي الحرس الوطني كرات متبادلة هنالك ضغط على حامل الكرة في هذه اللحظات بالكاد الحرسيون يخرجون الكرة من دفاعاتهم كرات متبادلة في هذه اللحظات طبعا التاريخ يعني ما بين الحرس الوطني ونادي داز تاريخ شاسع يعني ليس بالإمكان أن نتحدث عن نادي داز من خلال التاريخ وهنالك خطأ يعني هنالك تدخل قوي على اللاعب جاي مصطفى أمامنا في الصورة متألم شيئا مع جاي مصطفى سلامات للاعب جاي مصطفى يعني ظهير نادي الحرس الوطني يعني سنلاحظ ذلك من خلال الإعادة والتدخل الخشن الأخير على اللاعب جاي مصطفى وهذه الكرة الأخيرة في العارضة الثانية يعني لم يرد لها أن تدخل إطلاقا هذه الكرة لو تمكن نادي داز من تسجيل هذا الهدف لكي سلكت المباراة إيقاعا مغايرا آخر إذن حينما نتحدث عن التاريخ لا يمكن إطلاقا أن نتحدث عن نادي داز في ظل وجود الحرس الوطني يعني تصور معي خلال هذه المواسم يعني الماضية للدوري الوطني والسنوات الماضية نادي داز يعني
صعد إلى القسم الأول، كان ذلك في الموسم المصارم، وكانت الغلبة فيه لنادي الدز حيث فاز في أول لقاء طبعا على الحرس الوطني، وكان ذلك يوم الأحد فاتح يناير 2017 بنتيجة هدفين مقابل هدف. ولقاء العودة كان يوم الخميس في 25 من شهر مايو 2017، وفيه أيضا فاز نادي دز الذي احتل المركز الثالث في ترتيب البطولة بهدف لنظيف. طبعا هم لقاءين فقط ذهابا وإيابا جمع ما بين الفريقين، وكانت الغلبة فيهما لنادي دز. كرة طويلة ودفاعات نادي دز تبعد خطر هذه الكرة، أما حين نتحدث عن نادي الحرس الوطني حدث ولا حرج، يعني تاريخ طويل، تاريخ طويل يكفيه شرفا بأنه يعني خرج إلينا إبراهيم المالحة سنوات طويلة مع نادي الحرس الوطني. إبراهيم المالحة هداف الحرسيين، هداف المنتخب الوطني آنذاك في فترة التسعينات، قدم الكثير والكثير لكرة القدم الوطنية سواء وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني أو قميص الحرسيين. تحية لإبراهيم مالحة، تحية له طبعا من كل الجمهور الرياضي الوطني الذي أبهره هذا المهاجم وتألق هذا المهاجم كثيرا وشوق وأبدع في السنوات الماضية في فترة التسعينات. على وجه الخصوص الحرس، وما أدرك ما الحرس الوطني، 7 بطولات، 76 77 78 79 84 94 98، كل هذا والحرسيون هم أبطال بطولة الدوري الوطني 7 مرات. يا الله يا الله على نادي الحرس الوطني، أنت تتحدث عن التاريخ، تتحدث عن التاريخ الضارب في الجذور. 7 بطولات وطنية حصل عليها نادي الحرس الوطني متعلقة ببطولة الدوري الوطني، بينما يعني كؤوس الوطنية 4 كؤوس وطنية حين يتعلق الأمر بكأس رئيس الجمهورية، يعني تتحدث عن 11 لقب أمامنا في الصورة متعلقة بنادي الحرس الوطني، بينما دز ولا لقب واحد يذكر. هو صاعد للبطولة في النسخة الماضية، قادم من دوري درجة ثانية في النسخة الماضية، أبهر الجميع، قدم الأداء يعني أكثر من رائع. هنا يتعلق الأمر بنادي دز الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، لكنه بعد ذلك في النسخة الحالية توارى عن الأنظار شيئا ما، والآن في المركز العاشر، يعني بعيد كل البعد عن دز النسخة الماضية، بعيد كل البعد عن نادي دز في النسخة الماضية، بينما نادي الحرس الوطني هو الآخر، يعني وصل للنهائي بطولة كأس رئيس الجمهورية 3 مرات، 97 و99، وآخرها كان عام 2007. يعني نحن نتحدث عن التاريخ. لاحظوا معي الفرقة الموسيقية لنادي الحرس الوطني الحاضرة معه في مدرجات ملعب شيخ بيضية حين يلعب طبعا نادي الحرس الوطني، تكون الفرقة الموسيقية حاضرة. نلاحظ الفرقة الموسيقية تابعة لنادي الحرس الوطني تواكبه اينما حل، وهنالك هجمة في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني، يتمكن من تسجيل اول هدفه، اول هدف هذا في هذا اللقاء لنادي الحرس الوطني. في هذه اللحظات الحرسيون لا يجاملون اطلاقا في مثل هذه الكرات، لا يجاملون اطلاقا في مثل هذه الكرات. طبعا اللاعب بشير مباي يتمكن من هز شباك نادي دز في هذه اللحظات في الدقيقة 8 امام بشير مباي صاحب الهدف، يصافح طبعا دكة بدلاء نادي الحرس الوطني. اذا الحرسيون بعد ان هدد مرماهم في الدقائق الاولى من زمن شوط اللقاء الاول يعودون ويتمكنون من هز شباك نادي دز تحت ايقاع هذه الموسيقى الصاخبة التابعة لنادي الحرس الوطني. لاحظ مع التسديدة الاخيرة ضعيفة للغاية طبعا، لكن عدم المراقبة لبشير جاي يدخل من وراء المدافعين ويتمكن من ايداع هذه الكره في شباك نادي دز. وموسيقى صاخبه في مدرجات شيخ بيضية ما زالت متواصله حتى هذه اللحظه، الحرسيون وموسيقتهم الرائعه، موسيقى الرائعه. كره زاحفه في هذه اللحظات لكن ضعيفه بين احضان الحارس سيدي محمد بابكر، هجمه في هذه اللحظات او بناء رحله هجوميه في هذه الاونه لصالح نادي دز، لكن تخرج الكرة إلى رمي التماس، إلى رمي التماس في هذه الآونة. الجمهور الحاضر في مدرجات ملعب شيخة بيضية، كرة طويلة في هذه اللحظات من نادي دز الباحث، الباحث عن العودة في النتيجة ومتخلي بهدف دون رد، ونحن في الدقيقة 10 من زمن شوط اللقاء الأول هنا في ملعب شيخة بيضية. احذروا هذا اللاعب المهاجم السريع للغاية،
طبعا الحرسيون عرفون باللياقة البدنية العالية حينما تلعب ضد نادي الحرس الوطني بالإمكان أن تغيب الفنيات، لكن يعني اللياقة البدنية حاضرة. هذا سيدي مولاي أمامنا هذه الصورة، اللاعب الشاب في منطقة وسط نادي دز، ومن قبل نادي دز كان متواجد في نادي سنيم كانسادو، ومن قبل ذلك كان متواجد في الكوكبة الشبابية لنادي تجكجا الذي ظهر معه في النسخة القبل الماضية من بطولة الدوري الوطني. تعود إلى دفاعات نادي دز في هذه اللحظات إلى منطقة الوسط، كرات متبادلة، نلاحظ تدخل أخير على سيدي مولاي، عرقلة واضحة. هم يدركون جيدا بأن مفتاح نادي دز والدينامو والمحرك لنادي دز في منطقة الوسط هو هذا اللاعب الشاب سيدي مولاي، لذلك العرقلة كانت يعني تكتيكا واضحا من مدافعي نادي الحرس الوطني، لأنهم يدركون خطورة هذا اللاعب حين يجد المساحات الكافية أو التمريرات القاتلة من وراء ظهور المدافعين. رمي التماس في هذه اللحظات تنفذ سريعة للغاية، تعود إلى نادي دز الباحث عن نفسه، الباحث عن العودة في النتيجة مهما كلفه الأمر، يريد العودة في النتيجة، يريد إعادة المباراة إلى نقطة البداية، هذا حقه المشروع. كرة طويلة إلى هجوم نادي دز العاجز حتى هذه اللحظة، هدد مرمى نادي الحرس الوطني في الدقيقة الثالثة حين يعني اصطدمت الكرة بالعارضة. هذا طبعا هو حكم هذا اللقاء أدما، حكم هذا اللقاء جوب أدما الذي يدير هذا اللقاء اليوم الذي يجمع بين الحرس الوطني. طبعا الحرسيون يرتدون القمصان الزرقاء، بينما طبعا نادي دز يرتدي القمصان البيضاء. اذا كرات متبادلة في هذه اللحظات ما بين نادي دفاعات نادي دز في هذه الاونة. سيدي مولاي يتوغل، يتوغل سيدي مولاي في هذه اللحظات، يراوغ مهاري وبالامكان يسدد كرة بعيدة من دفاعات نادي دز، من دفاعات نادي عفوا الحرس الوطني. تخرج الى رمي التماس، رمي التماس في هذه اللحظات لصالح نادي دز المتخلف بنتيجة هدف دون رد عن طريق بشير جاي، طبعا مهاجم نادي الحرس الوطني. الحرسيون الذين يحتلون المركز الخامس في ترتيب فرق بطولة الدوري الوطني. طبعا الطاقم التحكيمي قادم من مدينة نواذبو، سواء تعلق الامر بحكام الرايات او الحكم المركزي للقاء، يعني جوب ادما وبي اليون وابراهيم صدام. طبعا هذه الاسماء التحكيمية المتواجدة معنا اليوم بالإضافة إلى إبراهيم جاي، طبعا سي هذه هي الأسماء المتواجدة اليوم أمامنا طبعا في الصورة. عليون طبعا حكم الراية القادم من العاصمة الاقتصادية نواذبو، هذا جمهور نادي الحرس الوطني بفرقته الموسيقية الرائعة التي تشكل اليوم طبعا صخبا هناك وهزيز في مدرجات ملعب شيخ أبيدية. طويلة هذه الكرة من دفاعات نادي الحرس الوطني ومحمد سالم حويبيب إلى منطقة وسط نادي دز الباحث والآخر عن العودة في النتيجة. كرات متبادلة، طبعا نتحدث عن نادي دز ونتحدث عن نادي الحرس الوطني، يعني تاريخ طويل، تاريخ طويل جدا وفرق شاسع ما بين نادي وليد في نسخة الدوري الماضية ونادي يعني وليد منذ فترة السبعينات إلى يومنا هذا. يا الله على نادي الحرس الوطني، يعني فترات طويلة لنادي الحرس الوطني وهو في بطولة الدوري الوطني منذ فترة السبعينات. سيدي مولاي يمرر الكرة على طبق من في هذه اللحظات، هنالك تسلل يشير إليه حكم الراية، تسلل في هذه الآونة طبعا على مهاجم نادي دز، على مهاجم طبعا نادي دز لاعب ابراهيم مامادو التيجاني. هذه دكة بدلاء نادي دز، محمد عبد القادر مسعود وموسى جالو وسيدي مولاي وعبد السلام بلال والعيد محمد، هذه هي الاسماء المتواجدة على دكة بدلاء نادي دز. وكرة زاحفة في هذه اللحظات، الحرسيون هم الاقرب لكن دفاع ودوميني جيبو يعني يبعد خطر هذه الكرة إلى منطقة الوسط، إلى اللاعب عبدو محمد الشيخ، إلى سيدي مولاي، سيدي مولاي الرائع تفتك هذه الكرة لكن مقروءة من دفاعات نادي الحرس الوطني إلى الحارس عليون تشوم. عليون تشوم يمرر الكرة إلى دفاعات نادي الحرس الوطني، إخراج هذه الكرة بطريقة سلسة في هذه اللحظات إلى منطقة الوسط. كرة طويلة في هذه الآونة، البحث دائما عن أحمد سالم. كرات متبادلة في هذه اللحظات، الحرسيون هم الأقرب، دفاع نادي دز يبعد خطر هذه الكرة، يبعد خطر هذه الكرة إلى رمي التماس، رمي التماس أو ضربة زاوية
طرف الزاويه لصالح نادي الحرس الوطني، تنفذ سريعه في هذه اللحظات، يتوغل علي يرفع كره طويله، الحرسيون هم الاقرب، هم الاقرب بعد ان تمكنوا من تسجيل الهدف الاول في الدقيقه السابعه، يريدون تسجيل الهدف الثاني ويطمئنون على نتيجه المباراه. يعني في شوط اللقاء الاول هكذا هم الحرسيون، نادي الحرس الوطني، العراقة، الندية، القوة البدنية، هذه العناوين كلها امامنا في صورة كادر. طبعا لاعب مدافع نادي نادي دز اللاعب محمد عبد القادر مسعود الذي يلقبونه بكادر. تخرج هذه الكرة ما زالت على ارضية الميدان، دز عن طريق الرواق الايمن، كرة ممررة في هذه اللحظات الى سيدي الى منطقة الوسط، هجمة مرتدة تفتك هذه الكرة، هنالك صراع في منطقة الوسط لنادي دز ونادي الحرس الوطني على الكرة. تضطر تشكيلة نادي دز للعودة بالكرة إلى الوراء ومحاولة بناء رحلة هجومية عن طريق عبد القادر، محمد عبد القادر مسعود، تفتي خطأ على اللاعب سيدي مولاي. هذه الكرة الأخيرة والتسديدة الأخيرة، لاحظوا معي التسديدة الأخيرة من اللاعب أحمد سالم، لكن يعني بعيدة عن الحارس سيدي محمد بابكار. ضربة حرة مباشرة على تنفيذ عبد القادر، محمد عبد القادر مسعود الذي أمامنا في الصورة هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة والمباشرة. كادر أمامنا في الصورة يمرر هذه الكرة، يفضل التمرير، يفضل التمرير في هذه اللحظة. تخرج الكرة إلى رمي التماس، رمي التماس لصالح أو ضربة زاوية، أعتقد ضربة زاوية لصالح نادي دز، وهذه أول ضربة زاوية منذ انطلاقة المباراة لصالح نادي دز في هذه اللحظات. الدقيقة 16 من زمن شوط اللقاء الاول، والحرسيون متقدمون بهدف دون رد. كره طويله سيدي مولي تمكن من ترويض هذه الكره وتخرج الى ضربه مرمى لصالح نادي الحرس الوطني. طبعا كما اسلفت الحرس الوطني تاريخ طويل، تاريخ طويل جدا في بطوله الدوري الوطني. يا الله على فتره التسعينات لنادي الحرس الوطني، يعني حين كان سيد والمتسيد انذاك في فتره التسعينات. يا الله طويلة هذه الكرة، تخرج إلى رمية إلى ضربة مرمى، تخرج هذه الكرة إلى ضربة مرمى، ينفذها طبعا الحارس سيدي محمد. إذا ضربة مرمى، ضربة مرمى في هذه اللحظات، كرة طويلة إلى منطقة الوسط، إلى منطقة الوسط تعود إلى الحارس عمر تشيوم، عمر تشيوم. يا الله على موسيقى نادي الحرس الوطني، يا الله هكذا هم الحرسيون في الملعب الاولمبي في النسخه الماضيه من بطوله الدوري الوطني والنسخه قبل الماضيه، وهم ايضا على نفس النهج ونفس الوتيره هنا في ملعب شيخ بيدية. حين يلعب الحرس الوطني لا تنتظر الا الموسيقى الصاخبه من انصاره طبعا في مدرجات ملعب شيخ بيدية. كرات متبادله في هذه اللحظات، والحرسيون الى نادي دز الباحث عن تعديل النتيجه، لكن الحرسيون يقفون بالمرصاد لكل صغيره وكبيره. هناك مسك من الخارج من اللاعب سيدي مولاي، وهذه الهجمه الاخيره والتسديده الاخيره كانت يريد مبوي، بشير مبوي كان يريد مباغته الحارس، لكن الكره يعني بعيده كل البعد الى منطقه الوسط، الى منطقه الوسط في هذه اللحظات، الى قائد نادي الحرس الوطني الحسن سالم حويبي، هذا المدافع الذي تم استدعائه للمنتخب الوطني المحليين. كرات متبادله او مفتكه وتعود الى نادي دز، يعود الى اللاعب حسن حويبي، يعطل هذه الهجمه، تعود الى نادي دز في هذه اللحظات، كرات متبادله، نادي دز الباحث عن العوده في النتيجه، تعود الى دفاعات نادي دز، يضطرون بالكره، يضطرون الى العوده بالكره الى الوراء، الى الوراء. امامنا طبعا في الصوره اللاعب كاميرا بابا، كاميرا يرفع كره طويله الى دفاعات نادي الحرس الوطني. دز هم الاقرب، دز هم الاقرب في هذه اللحظات، نادي دز هو الاقرب في هذه اللحظات. يتوغل، يتوغل اللاعب ويتم ابعاد هذه الكره. خطر هو نادي دز في المرتدات. امامنا طبعا في الصوره هذا اللاعب الذي يعني قاد الهجمه الاخيره عبد السلام بلال، عبد السلام بلال، والتسديدة الأخيرة على الحارس عمر تشام، على الحارس عمر تشام. كرة مرفوعة تبحث عن رأسية تغادر الميدان إلى ضربة مرمى لصالح نادي الحرس الوطني.
هذا طبعا صاحب التسديدة الأخيرة، اللاعب طبعا الذي سدد الكرة الأخيرة وهو عبد السلام بلال، طبعا أحد مهاجمي نادي دز يعول عليهم كثيرا نادي دز. طبعا الحرس الوطني بقيادة المدرب جان فيون، من منا لا يعرف هذا الاسم، مع المنتخب الوطني المرابطون كادر يحافظ على كرته، يبحث عن المساندة، يمر الكرة إلى الجهة اليمنى، إلى الجهة اليسرى، إلى الجهة اليسرى، ودفاعات كرة مقروءة من دفاعات نادي الحرس الوطني، وخطأ على سيدي مولاي اليوم، يعني هذا ثالث خطأ على لاعب وسط نادي دز سيدي مولاي اليوم. نلاحظ التدخل الأخير وهذه الكرة الأخيرة لنادي دز، يعود إلى الوراء، والتسديدة الأخيرة من عبد السلام بلال الذي سيسدد في هذه اللحظات. عبد السلام يعني كرة بعيدة كل البعد، خطأ ينفذ هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني المتقدم بهدف دون رد، ونحن في الدقيقة العشرين من زمن شوط اللقاء الأول. يا الله على نادي الحرس الوطني، يعني تاريخ طويل، سبع بطولات، يا الله أن تتوج ببطولة الدوري الوطني سبع مرات. هنا أتحدث عن الحرس الوطني، أتحدث عن التاريخ، أتحدث عن الأسماء التي عبرت من هذا النادي، أتحدث يعني عن نادي محاط ب يعني 11 لقب، سبع بطولات من بطولة الدوري الوطني، وأربع كؤوس وطنية من بطولة كأس رئيس الجمهورية. يا الله 11 لقبا في خزينة نادي الحرس الوطني، بينما الخصم اليوم نادي دز القادم من دوري درجة ثانية إلى بطولة الدوري الوطني في النسخة الماضية، ولأول مرة في تاريخه يصعد إلى بطولة الدوري الوطني. يعني لا يمكن أن نقارن إطلاقا، التاريخ لا يشفع لنادي دز اليوم أمام نادي الحرس الوطني، لا يشفع له إطلاقا نظرا إلى التاريخ الضارب في الجذور والبطولات، يعني واحدة تلو الأخرى. أنت تتحدث عن فترة السبعينات، تتحدث عن أول بطولة من أول تتويج ببطولة الدوري الوطني عام 76. يا الله تصور معي الحرسيون الذين يلعبون اليوم ونحن في عام 2017 توجوا ببطولة الدوري الوطني عام 76، يعني أول بطولة لهم كانت عام 76، بعد ذلك النسخة يعني الموالية عام 77 أيضا توجوا ببطولة الدوري الوطني، عام 78 توجوا أيضا ببطولة الدوري الوطني، عام 79 توجوا أيضا ببطولة الدوري الوطني، يعني أربع مرات متوالية، أربع مرات متتالية لنادي الحرس الوطني توج ببطولة الدوري الوطني، ولا أعتقد بأنه يوجد نادي في بطولة الدوري الوطني توج ببطولة الدوري الوطني لأربع مرات متتالية، لا يوجد إطلاقا نادي توج بالبطولة في أربعة يعني نسخ متتالية. إذن مشاهدنا الكرام، نحن نتحدث عن التاريخ، نتحدث عن العراقة، نتحدث عن الأسماء الكبيرة التي مرت من بوابة نادي الحرس الوطني. هنا أتحدث عن إبراهيم مالحة، يعني هذا الاسم أتدرون بأن هذا الاسم دافع كثيرا عن شعار نادي الحرس الوطني في فترة التسعينيات. يا الله يا الله على الحرسيين، اليوم في المركز الخامس بتصنيف بطولة الدوري الوطني، اليوم يعني الحرس الوطني غير متوج ببطولة الدوري الوطني في السنوات الأخيرة، غاب عن تتويج ببطولة الدوري الوطني، آخر تتويج له ببطولة الدوري الوطني، يعني أتدرون في آخر سنة توج الحرس الوطني ببطولة الدوري الوطني كانت في أي سنة؟ عام 98. يعني تصوروا معي كم من سنة غاب نادي الحرس الوطني عن منصة التتويجات، آخر مرة له توج يعني حضر على منصة التتويج كانت في 2007، لكن من بوابة بطولة كأس رئيس الجمهورية. إذا نتحدث عن نادي بعراقته ضارب في الجذور، بتاريخه، بأسمائه الكبيرة التي مرت منه، سواء تعلق الأمر بإبراهيم مالحة، بجانفيو، أسماء كبيرة مرت من بوابة بطولة الحرس الوطني، بينما حينما نتحدث عن نادي دز يعني المفارقة، يعني المقاربة بعيدة جدا، لا يمكن أن تكون هنالك مقارنة ما بين نادي الحرس الوطني ونادي دز الصاعد إلى الدوري القسم الأول في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، أول مرة يعني تواجد في بطولة الدوري الوطني، لكنه للأمانة قدم مستوى أكثر من رائع في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، حين انتهت بطولة الدوري وهو في المركز الثالث، بل كاد أن يتوج ببطولة الدوري الوطني لولا التعثر في الجولات الأخيرة من النسخة الماضية من البطولة. طبعا أمامنا في الصورة اللاعب جاي مصطفى،
اذا تعود الكرة الى منطقة الوسط، النادي دز المتخلي بهدف دون رد، المتخلي بهدف دون رد، يسقط على ارضية الميدان طبعا اللاعب مامادو، مامادو لاعب وسط نادي الحرس الوطني. طبعا اسماء مهمة في نادي الحرس الوطني، تشكيلة نادي الحرس الوطني المزعجة دائما، دفاع حاضر في هذه اللحظات بالنسبة لنادي دز وخاصة اللاعب عبد القادر الملقب كادر، هجمة مرتدة لكن الحكم يأمر إلى وجود خطأ في هذه اللحظات. طبعا الحكم أدمى أمامنا طبعا في الصورة لاعب نادي دز موسى جالو، لاعب ارتكاز نادي دز، كرة إلى الجهة اليمنى والرواق الأيمن حيث يتواجد اللاعب عبد السلام بلال إلى منطقة الوسط، الحرسيون يفتكون الكرة وهجمة مرتدة في هذه اللحظات عن طريق الرواق الأيسر، كرة متبادلة تعود إلى نادي دز في منطقة الوسط العاجز حتى هذه اللحظة عن فكي طلاسم دفاعات نادي الحرس الوطني. معروف طبعا نادي الحرس الوطني بالصلابة الدفاعية وبالقوة البدنية، لكن نادي دز يركز دائما على الرواق الأيمن على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى دائما تخرج الكرة إلى رمي التماس، رمي التماس في هذه اللحظات، رمي التماس في هذه اللحظات تنفذ، تعود تفتك من دفاعات نادي الحرس الوطني عن طريق القائد جاي مصطفى قائد نادي الحرس الوطني الى منطقة وسط نادي دز، تعود الى دفاعاته، كرات متبادلة في هذه اللحظات، مشروع بناء رحلة هجومية، يضطرون بالكرة بالعودة بالكرة الى الوراء حيث يتواجد الحارس سيدي محمد بابكر، سيدي محمد بابكر، وامامنا طبعا في الصورة اللاعب كاميرا بابا، تنفذ رمي التماس في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني عن طريق اللاعب باي سليمان، امامنا في الصورة اللاعب مبوي سليمان، رمي التماس لصالح نادي دز في هذه اللحظات على التنفيذ ابراهيم مامادو التيجاني، امامنا في الصورة ابراهيم مامادو التيجاني، تعود الكرة إلى منطقة الوسط، كرات متبادلة في هذه اللحظات، التركيز على الرواق الأيسر، اللاعب بال حسين، لكن تفتك الكرة من دفاعات نادي الحرس الوطني وهجمة مرتدة، هجمة مرتدة للحرسيين في هذه اللحظات، أوه الحرسيون يضيعون، يضيعون حالة انفراد في هذه اللحظات ونحن في الدقيقة 26 من زمن شوط اللقاء الأول، الحرسيون هم الأفضل في المرتدات، في المرتدات هنا تكمن خطورة الحرس الوطني، هنالك مسح من خلف سيد الحكم، أدم هذا مسح من خلف واضح، لكن يأمر بمواصلة اللاعب إلى الجهة اليسرى، الى الجهة سيدي مولاي مراوغ ومهاري ومرير، اوه يا الله يا الله يا الله يا سيدي على هذه التمريرة، هكذا هي خطورة هذا اللاعب الشاب في تمريراته الحاسمة، هكذا في تمريراته الحاسمة سيدي مولاي حين يعني يتحصل على الكرة اما لابد ان يشكل خطر، طالب الجمهور الرياضي كثيرا بضرورة جلب هذا اللاعب للمنتخب الوطني المحليين، يعني سنوات طويلة وهذا اللاعب يقاتل من أجل أن يرتدي قميص المنتخب الوطني، سواء مع سيد أحمد للقاسم أنذاك أو مع مصطفى صل وكورنتان مارتينز، الجميع يتحدث عن هذا اللاعب الشاب الذي يقدم مردودا بل وقدم مردودا، وهذه حالة الانفراد الأخيرة لنادي الحرس الوطني من اللاعب مبوي، حالة انفراد والحارس كان يقظا، سيدي محمد انقذ مرماه من هدف محقق، طبعا قدم كما اسلفت سيدي مولاي مردودا طيبا سواء مع نادي دز او سنين كانسادو او نادي تشكجة، دائما في منطقة الوسط يمرر يعني يصنع كرات بمثابة اهداف، للامانة بمثابة اهداف، هنا اتحدث عن اللاعب الوسط سيدي مولاي، كرات متبادلة نادي دز في هذه اللحظات الى المايسترو سيدي مولاي، سيدي يسدد لكن ضعيف للغاية، دائما دز، دائما نادي الكرة بحوزة نادي دز في هذه الحالات، كرة مرفوعة في هذه الاونة عن طريق طبعا اللاعب ابراهيم مامادو التيجاني، تفتك من دفاعات نادي الحرس الوطني ومشروع بناء رحلة هجومية في هذه اللحظات، مشروع بناء رحلة هجومية في هذه الاونة الى الجهة اليسرى، الى الجهة اليسرى، اوه والحرسيون هم الاقرب، هم الاقرب، والحرس يضيعون، نادي الحرس الوطني يضيع، يضيع الفرصة تلو الاخرى، امامنا طبعا في الصورة، امامنا في الصورة اللاعب امادو مبوج،
أما دومبوج كيف ضيعت مثل هذه الهجمات المرتدة؟ أنت لاعب مراوغ ومهاري وسريع للغاية، لكنك سيء الحظ دائما حين تكون وجها لوجه مع أحد حراس بطولة الدوري الوطني. إذا الحراسيون يضيعون في هذه اللحظات، واحذروا من يضيع، قد يقبل قد يستقبل أهداف ضربة زاوية في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني. الدقيقة 29 من زمن الشوط اللقاء الأول، ربع ساعة فقط متبقي من زمن شوط اللقاء الأول. كرة مرفوعة طويلة في هذه اللحظات تبحث عن راسية، تبحث عن راسية، لكن دفاعات نادي دز حاضرة في هذه اللحظات. طبعا انضباط تكتيكي واضح وكبير جدا بالنسبة للحرس الوطني، سواء تعلق الأمر بالدفاعات حين تعود الكرة إلى الوراء. تلاحظ بأن نادي الحرس الوطني يخرج الكرة من مناطقه الدفاعية بانسجام واضح بهدوء، يعني كرات قصيرة متبادلة ثم بعد ذلك إلى منطقة الوسط ثم بعد ذلك إلى الماكينة الهجومية. من النادر جدا أن تشاهد الحرس الوطني يعني يبدأ يستعين دائما على الكرات الطويلة، دائما الحرس الوطني يعني الكرة ما بين الأقدام من الدفاع إلى الهجوم إلى منطقة الوسط إلى الهجوم، يعني انسجام واضح وتكتيك كبير جدا اليوم لنادي الحرس الوطني في هذه المباراة. نلاحظ الكرة الأخيرة من اللاعب أمادون بوج، يعني راوغت كثيرا كان بالإمكان على الأقل أن تمرر أو تسدد في البداية. على أي حال الحرسيون متقدمون بهدف دون رد حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة هم الأقرب إلى حصد العلامة كاملة. ربع ساعة متبقي من زمن شوط اللقاء الأول هنا من ملعب شيخة بيدية، الجولة العاشرة من بطولة الدوري الوطني. مدرب نادي داز غير راضي إطلاقا عن أداء تشكيلته في هذه اللحظات. لا سيدي، يضيق عليك الخناق يوم، يعني اليوم في ملعب شيخة بيدية أمام ملعب الصورة اللاعب سيدي مولاي حديد الشارع الرياضي. هذا اللاعب يعني يتحدث عنه الكثير يتحدثون عن هذا اللاعب، يريدونه في المنتخب الوطني المحليين، لكن في الأخير هذه خيارات كورنتان مارتينز وباتيسال، تبقى لديهم خياراتهم ويبقى أيضا خيارات الشارع الرياضي. على أي حال أمامنا هذه الصورة لاعب شاب واعد قادم مستقبلا سيكون له شأن سواء في بطولة الدوري الوطني أو مع المنتخبات الوطنية. إذا تعود الكرة إلى دفاعات نادي الحرس الوطني، تحول جهة اللاعب إلى الجهة اليسرى حيث توقع اللاعب مبوج مراوغ ومهاري. الحرسيون هم الأقرب، هم الأقرب حتى هذه اللحظة، يعني ضيع نادي الحرس الوطني اليوم عديد الهجمات التي هي بمثابة أهداف، عديد الفرص التي هي بمثابة أهداف. سيدي مولاي محاصر بذلادة لاعبين، لاحظوا معي يخرجون الكرة يعني بهدوء بالنسبة للحرس الوطني. لاحظوا معي انسجام تكتيكي واضح، كرات متبادلة في هذه اللحظات إلى الجهة اليمنى. يا الله يا الله على هذا الانسجام التكتيكي، وكرة مرفوعة تبحث عن رأسية، لكن دفاعات نادي دزة تبعد خطر هذه الكرة إلى منطقة الوسط، إلى منطقة الوسط. الحكم عدم يشير، أو حكم الراية، حكم الراية إبراهيم، حكم الراية إبراهيم صدام، طبعا إبراهيم سالم يشير إلى وجود حالة تسلل في هذه اللحظات أعتقد لصالح نادي الحرس الوطني. يعني نلاحظ بأن عناصر تشكيلة نادي الحرس الوطني تتقدم اليوم تلعب في منتصف الملعب، يعني منتصف الملعب فقط. بوج في الجهة اليسرى يهيئ كرة برأسية، لكن دفاعات نادي دز تبعد خطر هذه الكرة. كرات متبادلة في هذه اللحظات عن طريق الرواق الأيمن بالنسبة لنادي دز. كاميرا بابا، كرات متبادلة في هذه اللحظات تخرج إلى رمي التماس لصالح نادي. هذه التمريرة الأخيرة لمبوج الرائع، طبعا هذا اللاعب أمادون بوج الذي تم استدعائه للمنتخب الوطني مع كوريتان مارتينز، لكن لعنة الإصابة أبعدته عن ودية المغرب. أمامنا في الصورة هنا أتحدث عن هذا اللاعب إلى منطقة الوسط. الحرسيون اليوم بنسق وتكتيك عالي. يا الله يا الله تسلل، لكن يعني التمريرة هي الأروع، هي الأروع هذه التمريرة للاعب بوج. وحكم الراية الذي أمامنا في الصورة سي إبراهيم يشير إلى وجود حالة تسلل في هذه اللحظات. هذا سيدي مولاي أمامنا في الصورة اللاعب الشاب، طبعا من كوكب الشبابية لنادي تجكجة، انتقل إلى نادي سنيم كانسادو في نسخة الدوري قبل الماضية، ثم بعد ذلك في النسخة الماضية انتقل إلى نادي دز، قدم معه مشوارا وموسما رائعا وما زال مع نادي دز. اذا الى الجهة اليمنى حيث يتواجد طبعا اللاعب احمد سالم، طبعا
لاعب نادي الحرس الوطني الظهير الايمن لنادي الحرس الوطني. تخرج الكره الى رامي تمس. رامي تمس في هذه اللحظات طبعا لا شك بان جميع يعني عناصر جميع اللاعبين المتواجدين في بطوله الدوري الوطني، كل لاعب اليوم يمني النفس بارتداء قميص المنتخب الوطني، كل لاعب اليوم يريد ان يدافع عن قميص المنتخب الوطني، لذلك جل عناصر يعني كل الفرق تقدم مردودا رائعا في بطوله الدوري الوطني من اجل المشاركه في بطوله الشان التي ستنظم بعد شهور قليله في المغرب، واللقاء يعني افتتاح هذه البطوله اللقاء يعني الذي سيكون اول لقاء للمنتخب الوطني سيكون مع البلد المضيف المنتخب المغربي. الجميع يريد ان يشارك مع المنتخب الوطني، باتت يعني كل عناصر بات كل اللاعبين المتواجدين في بطولة الدوري الوطني ايضا يريدون ان يسلكون بوابة الاحتراف بعد طبعا الحسن العيد حين ظهر في الليغا الاسباني يعني يوم في الاسبوع الماضي مع نادي ليفانتي في الليغا الاسباني وبالتحديد في لقاء ملقا. يا الله على الحسن العيد، الحسن العيد القادم من مقاطعة الرياض من أكاديمية الحسن كمرة، الحسن العيد الذي كانت يعني كان مكلفا بأكاديمية الحسن كمرة، تصوروا معي هو الآن موجود في الليغا الإسباني يلعب خصما لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كان مكلفا في أكاديمية الحسن كمرة بخياطة الأحذية ونفخ الكرات. يا الله، يعني من خياطة الأحذية ونفخ الكرات والتدرب في الشوارع وساحات مقاطعة الرياض إلى أكبر الدوريات العالمية الليغا الإسباني إلى حيث يتواجد ليونيل ميسي وكريستيان رونالدو، قدم من الرياض وقدم في الليغا الإسبانية. يا الله على مسيرة الحسن العيد وعلي عبيد، رفع العلم الوطني بعيدا في الليغا الإسباني هذا اللاعب القادم من مقاطعة الرياض. نعم هو تخرج من مقاطعة الرياض، نعم هو كان يتدرب بمقاطعة الرياض بدون أحذية، نعم هو كان يعني يقوم بخياطة الأحذية، نعم هو كان ينفخ الكرات، نعم هو كان يغسل ملابس الأكاديمية، لكنه اليوم في أكبر الدوريات العالمية في الليغا الإسباني يلعب يعني ليونيل ميسي خصما له وكريستيانو رونالدو خصما له وإنيستا خصما له، يعني أسماء كبيرة. هكذا هي كرة القدم، يعني التركيز دائما على المنشآت الرياضية هو الأهم، وتخريج جيل يعني يمثل موريتانيا في المحافل الدولية في الدوريات العالمية. اليوم الحسن العيد هو أول لاعب موريتاني يلعب في الليغا الإسباني، وسيلتحق به الحسن العيد، سيلتحق به علي عبيد الذي ما زال متواجدا في الريديف في الفريق الثاني لنادي ليفانتي، لكنه قريبا ستشاهدونه في الليغا الإسباني. يا الله على هذه الأسماء، حسن العيد من مقاطعة الرياض من أكاديمية الرياض إلى نادي الكونكورد إلى منتخب الناشئين، يعني هو اللاعب الوحيد الذي صعد إلى المنتخب الوطني في سنة واحدة، هو لاعب لكل المنتخبات في تلك السنة من ناشئين إلى شباب للمنتخب الوطني الأول. يا الله على مسيرة الحسن العيد من الرياض إلى الشباب إلى الناشئين إلى الشباب إلى المنتخب الأول إلى بطولة كوتيف إلى الفريق الثاني روديف في ليفانتي إلى الفريق الأول، وهناك حيث الليغا الإسباني، وهناك حيث يعني تحلو اللعبة، وهناك حيث المشاهير. أنا أتحدث عن ليونيل ميسي، أنا أتحدث عن معجزة كرة القدم الحالية. على أي حال نتمنى للحسن العيد المزيد من التألق بالليغا الإسباني مع نادي ليفانتي، وقريبا سنشاهده مع أحد الأندية الكبيرة. هنا أتحدث عن أتلتيكو مدريد، عن ريال مدريد، عن برشلونة، عن الأندية الكبيرة في الليغا الإسباني. إذا كرة طويلة إلى منطقة الوسط، 7 دقائق متبقية من زمن شوط اللقاء الأول، ونادي الدز ما زال متخلفا بهدف دونارات. تعود الكرة إلى منطقة الوسط، كرات متبادلة في هذه اللحظات بالنسبة لنادي الدز الباحث عن تعديل النتيجة، الباحث عن تعديل النتيجة أمام الحرس الوطني، لكن من الصعب يعني دائما الحرسيون يعني تاريخهم يقول هكذا، دائما الحرس. يا الله على هذه التمريرة من سيدي مولاي، يا الله يوزع، يا الله داز يتمكن من تعديل النتيجة، لكن هدف أبيض، هدف أبيض يشير إليه الحكم عدم. يعني الخطر يأتي دائما من هذا اللاعب، دائما من تمريرات سيدي مولاي. التمريرة الأخيرة يعني، وهذا اللاعب كدير
اسماء كبيرة وارزق يا الله على هذا الاسم وارزق الذي قدم مردودا اكثر من رائع مع نادي زمزم ومن نادي زمزم الى نادي الاقصر ومن الاقصر الى نادي دز. كرة طويلة الى الجهة اليسرى حيث تواجد لاعب مبوج المراوغ والسريع والمهري الى منطقة الوسط. كرة مرتدة في هذه اللحظات لقائد نادي الحرس الوطني. تعود الى منطقة الوسط، كرة متبادلة، كرة متبادلة في هذه الاونة. الحرسيون طبعا كما قلت من النادر جدا ان يتقدم نادي الحرس الوطني في النتيجة ويخسر ذلك اللقاء، تاريخه يقول ذلك. من النادر جدا ان يتقدم الحرسيون في النتيجة ثم بعد ذلك يخسرون اللقاء، يعني من النادر جدا طيلة تاريخ ومسيرة نادي الحرس الوطني، معروفين بالندية والقوة البدنية واللياقة البدنية العالية. إذا هجمة مرتدة في هذه اللحظات وسيدي مولاي يضغط يفتك الكرة افتكاك رائع من اللاعب سيدي مولاي أمامنا في الصورة، يمرر إلى الجهة اليسرى، إلى الجهة اليسرى حيث يتواجد طبعا دائما اللاعب عبد السلام بلال. عبد السلام بلال تفتك هذه الكرة، الحكم يأمر، الحكم أدما يأمر بمتابعة اللاعب، يأمر بمواصلة اللاعب إلى الجهة اليسرى مبوج. أوه تسلل يشير إلى حكم الراية، تسلل في هذه اللحظات ونلاحظ التمريرة الأخيرة من سيدي مولاي والتسديدة الأخيرة، لاحظوا معي التسديدة الأخيرة لكن اللاعب كان متواجد يعني في منطقة في مكان متسلل ولذلك حكم الراية رفع الراية. كرة طويلة من الجهة اليمنى تخرج إلى ضربة زاوية لكن حكم الراية يشير إلى وجود أعتقد تسلل، ولو أن الراية يعني هنالك ضربة زاوية يشير إلى وجود ضربة زاوية. اللاعب ورزق ملقى على الميدان، سلامات اللاعب العيد محمد. طبعا ورزق اللاعب الشاب لعب مع منتخب الشباب، لعب مع نادي زمزم، لعب أيضا مع العميد الأقصر، استدعاه آنذاك باتريس نيفا لكنه سرعان ما تخلى عن خدماته، لكن تم استدعائه للمنتخب الشباب. أمامنا في الصورة اللاعب الملقى على الميدان، سلامات سلمت للاعب ورزق، يعني من الاسماء التي تمتلك مهاره في بطوله الدوري الوطني من الاسماء الشابه الى جانب حميه طنجي، سيد احمد تقدي، فودي تراوري، سيدي مولاي، اسماء شابه، حتى سالك مخيليق هداف بطوله الدوري الوطني حاليا الذي يعني هداف بطوله الدوري حاليا الذي يلعب في صفوف العميد الاقصر. هذا اللاعب الذي برز وبشكل لافت هذه السنه في بطوله الدوري الوطني. كرة مرفوعة طويلة تبحث عن رأسية، تأتي الرأسية لكن دفاعات نادي الحرس الوطني حاضرة دائما. هجمة مرتدة في هذه اللحظات، اوه مراوغة رائعة في هذه الآونة لكن الكرة تعود للاعب كادير، كادير إلى الرواق الأيمن يرفع كرة، كرة متبادلة قصيرة في هذه اللحظات وأعتقد سيسدد، سيسدد لكن الكرة بين أحضان حارس مرمى نادي الحرس الوطني علي تشوم، علي عمر تشوم حارس نادي الحرس الوطني. تخرج الكرة إلى رامي التمس، رامي التمس في هذه اللحظات. سلامات سلامات لكل عناصر تشكيلة نادي الحرس الوطني. أريد يعني كلا الفريقين وهو غير منقوص العدد، نريد أسماء جاهزة بدنيا نفسيا من أجل إثارة والمتعة والتشويق. شوط لقاء أول، الحرسيون هم الأفضل ولو أن مرتدات نادي داز شكلت خطرا دائما على مرمى نادي الحرس الوطني. تخرج كرة إلى رامي تمس، تخرج كرة إلى رامي تمس في هذه اللحظات، رامي تمس لصالح نادي الحرس الوطني. أعتقد على التنفيذ جاي مصطفى، دائما على التنفيذ جاي مصطفى ينفذ هذه الكرة لكن عناصر دفاع نادي داز حاضرة. كرات متبادلة، إخراج هذه الكرة إلى منطقة الوسط، إلى الجهة اليمنى، إلى الظهير الأيمن في هذه اللحظات. كرات متبادلة، طبعا هذه دكية بودلاء نادي دز. كرة طويلة في هذه اللحظات إلى الجهة اليسرى، نادي دز في هذه اللحظات بدأ يتحرك، بدأ يتحرك نادي دز عن طريق اللاعب موسى جالو، يعيد الكرة إلى كادر، كادر إلى الحارس مباشرة علي عمر تشوم حارس مرمى نادي الحرس الوطني. في هذه اللحظات
لنادي الحرس الوطني وكأنهم يريدون نادي طبعا هنا يتعلق الأول بنادي الحرس الوطني يريدون إنهاء شوط اللقاء الأول بالتعادل على الأقل بالتقدم بهدف دون رد لاطمئنان على نتيجة شوط اللقاء الأول. حارس مرمى نادي داز طبعا اسماء ذات خبره في نادي الحرس الوطني من بينها هذا اللاعب الذي كان في الصوره منذ قليل اللاعب احمد سالم امامنا في الصوره اللاعب احمد سالم هذه دكه بدلاء نادي داز الذي قدم مشوارا رائعا في نسخه بطوله الدوري الماضيه يعني اول مره يشارك في بطوله الدوري الوطني في النسخه الماضيه احتل المركز الثالث يعني بعد نهايه الموسم بل كاد يتوج ببطوله الدوري الوطني لولا بعض الهفوات والاخطاء القاتله خاصه في الجولات الاخيره من بطوله الدوري الوطني والخسائر الغير متوقعه من نادي الشرطه الوطني، طبعا نادي الشرطه الوطني متخصص، نعم اقول متخصص، هذا ورزق للاسف يخرج بداعي الاصابه، لاعب شاب، طبعا كما قلت نادي الشرطه الوطني متخصص دائما في عرقله الفرق التي هي على مقربه من التتويج ببطوله الدوري الوطني. دائما حينما يكون هنالك فريق على بعد جولة واحدة وحين يفوز بتلك المباراة يتوج ببطولة الدوري الوطني. ادم ادم با اللاعب السابق جوب ادم يعلن صافرة نهاية شوط اللقاء الأول بتقدم نادي الحرس الوطني بهدف دون رد. إلى الاستوديو التحليلي صحبة الزميل صدام الددة. هذه تحياتي حمود عمار في امان الله. Papis, hello. Huh? Oh,
إذن نادي دز يخسر في الشوط الأول من نادي الحرس، ولتحليل هذه المباراة ينضم إلي زميلي أحمد حميدان. أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا. إذن نادي دز من الموسم الماضي كان صاحب المركز الثالث، بينما في هذا الموسم النادي يحتل المركز العاشر، ما سبب هذا التدهور المفاجئ في المستوى للنادي؟ كان الموسم الماضي غاب قوسين الأول رغم تحقيق اللقب. هذا التدهور شاهدناه على بداية المباراة، انطلاقة المباراة كان فيها دز مندفعا بشكل قوي الى الامام نحو مرمى وهما ما انبثق عنه هجمه منسقه انتهت بقدم مرزك في القائم الاعلى لمرمى نادي الحرس. نادي الحرس قام بتحسين الجبهه اليمنى التي تواجد فيها مرزك، بهذا بدا دز يدخل في المباراه اكثر، ومع الوقت بدا الحرس يثبت اقدامه على ارضيه الميدان. اندفاع دز الى الامام وبناء الهجمات المنسقه للحرس، انبثق عنه كثير هجمات مدققه للحرس. ليس هناك خطوره او مخاطره في اشراك لاعبين كسيدي مولاي وورزك امام نادي قوي ومعروف بالاندفاع بدني مثل نادي الحرس؟ فعلا خطر دز بهذا، لكن فقدان النقاط المتواصل لنادي دز اجبره على هذه الوضعيه الصعبه التي يتواجد فيها دز، خصوصا عندما ننظر الى اللائحه فهو يتواجد في المركز لا يليق بالاسماء التي تلعب، موسى جلو، سيدي مولاي، ورزك. لهذا دز يريد ان يؤمن المباراه من البدايه، وهو ما كان سلبا عليه لان الحرس خبير في اللعب على المرتدات. الحرس من الفرق الاطول نفس في الدوري، الحرس من الفرق الاكثر جاهزيه بدنيه في الدوري، التدريبات تبدا قبل 3 أشهر من البطوله، لذلك نادي دز يبدو انه خاطر في الوقت الغير المناسب امام الحرس، امام نادي عتيد، نادي قادم من مباريات معنويه له الفوز الاخير على متصدر الدوري. نادي الحرس يقدم اداء. هنالك مخاطره كما ذكرت في اشراك سيدي مولاي وورزك، بينما في الجهه المقابله نادي الحرس نادي نجح في اثبات نفسه، نادي يفصله عن المركز الرابع فقط 3 نقاط في حال فوزه اليوم، سيتساوى مع صاحب المركز الرابع تججه. نادي فرض نفسه في هذا الموسم وخلق العديد من الفرص في هذه المباراه، المباراه قبل ما كان فاز على نادي افسن واذيب المتصدر والحق به الهزيمه الاولى، هذه المباراه هو على وشك الفوز على دز والاقتراب اكثر من المتصدر، هل بامكان نادي الحرس المنافسه على لقب هذا الموسم؟ نادي الحرس يقدم مردود مميز، بهذا المردود ربما عليه ان يفكر هذا الموسم بالكاس الوطنيه على الاكثر، لا يفكر بالدوري، الدوري يلعب على لا بد له من الخبره، خبره العناصر الموجوده في الحرس تتطلب مواسم لكي تتعود على هذا الريتم، ريتم اكثر من 22 ماتش ما بين الاياب وذهاب الاياب، هذا ريتم صعب، بينما اللعب على الكاس بتشكيله من هذا النوع من الرزانه والانضباط، شاهدنا اليوم الكثير من الانضباط والرزانه والتعامل مع الهجمات الخطره لنادي دز. نادي الحرس الوطني ربما تكون له كلمه في الكاس الوطنيه، هذا ما اراهن عليه، اما الدوري ربما يحتل المركز بين الثالث والرابع. طيب بهذه التشكيله المميزه الذي يحتاجه نادي دز في الشوط الثاني من اجل التعديل ومحاوله الفوز بهذه المباراه؟ دز يحتاج الى مجهود مضاعف، مجهود اكثر، هو كان امام اشراك مهاجم واحد هو كافي امام نادي بحجم الحرس، اشراك لاعبين جناح ومهاجم واحد فقط في ليس هنالك فتح اكثر من هذا، ان تلعب بثلاثه مهاجمين جناحين ومهاجم، هذا اقصى ما يمكن من فتح اللعب. اعتقد ان دز بدا المباراه بالغلط، مع ان تخسر 3 نقاط من الحرس ليس كأن تخسر من المتصدر او من نادي له اسمه له وزنه الان، لا اقول له اسمه لان ليس هناك اكبر اسم من نادي الحرس الوطني، لكن في الوزن مثلا ان هو يتنافس مع الحرس، مع تكديا، مع كيهيدي، مع على منطقه الدفع، هذه الانديه تنافسك على منطقه الدفع، ليست كتبراغ زينه كنادي افسن واديبو الوئام، هذه انديه تتنافس على المربع الاقصر، هذه انديه تتنافس على المراكز الاربعه، اما انديه الدفع التي تنافس ما بينها ان تخسر مباراه امام الحرس فانت تخسر 6 نقاط وليس 3 نقاط فقط، لانك تتنافس مع احد يهرب من الاسفل، في مخيلتي منذ بدء الموسم ان تهرب من الهروب من الاسفل، الهروب من ما الذي مطالب به نادي دز حاليا؟ هل هو دفع بمهاجم ثاني ولاعب ب 4-4-2 مع جناحين مثل مولاي
سيدي مولاي ورزق ام الحفاظ على نفس التشكيله وانتظار حتى تسنح الفرصه من كرات عرضيه او من هجمات مهاريه من هذين اللاعبين المهاريين؟ امام نادي بهذا الحجم لديه لاعبين على هذا الوزن، الحرس لديه تشكيله مميزه عندما تنظر الى مالحه وهو يلعب في نادي الحرس ولاعبين اخرين، هذا يعني ان نادي الحرس يمتلك لاعبين من طينه الكبار. هذا اعتقد ان نادي دز عليه ان يجد خطه ليقترب سيدي مولاي من ورزك. هنالك تباعد بين ثلاثي الهجوم، بلال وسيدي ورزك، زيد محمد ورزك وسيدي مولاي، هنالك تباعد خصوصا بين سيدي مولاي. عليه بدل ان زج بمهاجم رابع او مهاجم ثاني امام الصاله ان 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 يكون سيدي مولاي في الوسط، ان يكون مذابة صار ان يتحول اكثر، يتحول الى 4-4-2 او يتنازل عن احد بالجناح ويتاح الفرصه لسيدي مولاي لنجر صناعه اللعب، او ساحب احد لاعبي ارتكاز وادخال سيدي مولاي في الوسط، وهذا مجازفه اكثر لانك دخلت هذه مجازفه ايضا تضاف الى المجازفه التي دخل بها نادي دز. هذا قد يكلف بحال نجاح الحرس وبامكانه. طيب، بالحديث عن الحرس نعود الى الحرس، ما الذي يطالب بنادي الحرس الان؟ هو الحفاظ على الفوز بالتقدم ب1-0، العوده الى مناطقه امام الضغط من اجل تسجيل هدف ثاني وهو هدف الاطمئنان الى ما سجله النادي. الحرس لديه جهاز فني متمرس، سيدي القادم من نادي الشباب والمدرب الواعد والمدرب الاخر الواعد لنادي الحرس. هذه التشكيله، هذا المدرب عندما ينظر الى الدكه لديك مثلا مالحه عندما تريد رجول الهجوم خصوصا المرتدات، لديك اب صانع العاب مميز، لديك يعني لاعب على المرتدات هو في حال نجح وفعلا نجح في نادي الحرس سابقا. اعتقد ان نادي الحرس بامكانه ان يسجل هدف او اثنين في المباراه، ونادي دز مهمته اصبحت شبه مستحيله ان لم يجد حلا لتباعد المهاجم. طيب، نفس السؤال، الجوله العاشره نادي دز في المركز العاشر ب10 نقاط فقط، الموسم الماضي نادي دز كان صاحب المركز الثالث، انهى الدوري بفارق ضئيل عن بطل نادي الوئام، ما الذي تغير في دز ووصل به الى هذه المرحله من المنافسه على اللقب والمنافسه على مراكز المقدمه الى المنافسه من اجل تفادي الهبوط؟ دز لم يستطع الحفاظ على لاعبيه، جلبهم بمبالغ كبيره، اغراهم بعقود مميزه، لكنه بعد ذلك تراجع، غرام ذهب الى تبرازين يؤدي عروضا جيده، نقارا ذهب، كان بامكانه جلب لاعب الارتكاز المميز باقايوكو او حتى كابرال الذي انتظر كثيرا اتصالات من الانديه الكبيره دز والان يقدم مستويات مميزه مع نادي الكونكورد. اذا نادي دز عليه ان يتسوق جيدا في الشتاء لكي يظهر بالمستوى الذي عهدناه في الموسم الماضي حيث نافس على بطوله الدوري حتى اللحظات الاخيره. يعني ان حاجه الدز اكبر هي الى مجموعه اضافيه من اللاعبين الى ضخ دماء جديده في النادي من اجل العوده الى النتائج، ام ان هذه التشكيله كفيله؟ تشكيله كفيله، لكن بنك الاحتياط لابد من بنك احتياط له قيمته. عند في الموسم الماضي كان لك بنك احتياط، كان يتواجد اما سيدي مولاي على الدكه وورزك او على الدكه، الان لا خيار، سيدي مولاي وورزك الجميع اساسيين. طيب، اذا بنك الاحتياط لاعبون باتوا قريبا من الدخول من جديد الى الملعب من اجل لاعب الشوط الثاني، الشوط الاول انتهى بهدف نظيف، سننتظر ونرى في الشوط الثاني هل سيغير دز من النتيجه ويحرز التعادل والفوز، ام ان نادي الحرس سيفوز ويؤكد النتيجه في الشوط الثاني مع الشوط الثاني اذا مع الزملاء. ثاني شيء الميكرو الناس
باقا نتكلم الميكرو باقا وين نتكلم الميكرو طيب الله أوقاتكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم في شوط اللقاء الثاني هنا الجولة العاشرة من بطولة الدوري الوطني سنيم داز في مواجهة نادي الحرس الوطني. الحرسيون متقدمون بهدف دون رد. طبعا نادي داز ما زال بنفس التشكيلة في حراسة المرمى، سيدي محمد بابكر إبراهيم مامادو تيجاني كاميرا بابا عبد الله دوميني حبيب وعبد محمد الشيخ وبال حسين ومحمد عبد القادر مسعود وموسى جلو وسيدي مولاي وعبد السلام بلال والعيد محمد. هذه هي تشكيلة نادي داز نفس الأسماء. طبعا غاب العيد محمد بداعي الإصابة في شوط اللقاء الأول ودخل مكانه الشيخاني عبد القادر. هنا يتعلق الأمر بنادي داز. فيما يتعلق بنادي الحرس الوطني نفس الأسماء التي دخلت في شوط اللقاء الأول يعتمد عليها المدرب جون ريون في لقاء شوط اللقاء الثاني. في حراسة المرمى علي عمر تشوم بالإضافة إلى الحسن سالم حويبيب وعبد الله بوبكر عمر وجاي مصطفى وأحمد سالم تشوم بالإضافة إلى الوالي جاي ومامادو الحضرمي وأبو سليمان وأمادو مبوج ومباي جاي وأخيرا أحمد سالم. هذه هي تشكيلة نادي الحرس الوطني التي دخلت في شوط اللقاء الأول نفس الأسماء ما زالت يبقي عليها المدرب شامبيون في شوط اللقاء الثاني. الحرسيون متقدمون بهدف دون رد، هم في المركز الخامس في تصنيف بطولة الدوري الوطني طبعا، وفي حال في حال فازوا بالعلامة كاملة ربما نشاهدهم في المركز الرابع من تصنيف فرق بطولة الدوري الوطني. أما نادي داز في المركز العاشر من تصنيف فرق بطولة الدوري الوطني. يا الله، نادي داز الذي كان يعني في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني على بعد مرمى حجر من التتويج ببطولة الدوري الوطني، اليوم يقبع في المركز العاشر على بعد أربعة مراكز فقط من منطقة القاع، منطقة المواليم. إذا كرة طويلة إلى منطقة الوسط، كرة طويلة طبعا هذه دكة بودلاء نادي داز أمامنا في الصورة. الأسماء الموجودة في دكة البدلاء عبد الله إبراهيم جون يعقوب محمد سيدي بوبا عليون شيخاني عبد القادر شريف حمدو وحسن جاي. هجمة مرتدة لنادي داز، كرة مرفوعة طويلة تبحث عن رأسية لكن الدفاعات تتدخل، دفاعات نادي الحرس الوطني تتدخل وتبعد خطر هذه الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي الحرس الوطني في هذه اللحظات. دقيقتين فقط من زمن شوط اللقاء الثاني، نحن في الدقيقة 47، نادي الحرس الوطني ما زال متقدم بهدف دون رد. الحرسيون يريدون العلامة كاملة، الحرسيون الذين يعني لديهم تاريخ طويل في بطولة الدوري الوطني. أنت تتحدث عن نادي يعد من بين أعرق الأندية الوطنية، تتحدث عن نادي توج ببطولة الدوري الوطني سبع مرات، يعني أربع مرات منها متتالية. يعني يا الله يا الله على نادي الحرس الوطني. تتحدث عن نادي ايضا توج ببطولة كأس رئيس الجمهورية اربع مرات، وصل الى نهائي بطولة كأس رئيس الجمهورية اربع مرات، يعني تاريخ طويل حافل بالانجازات. اخر تتويج له كان عام 2001 تتويج ببطولة كأس رئيس الجمهورية. انت تتحدث عن نادي في خزينته 11 لقب،
11 لقبا موزعة بين بطولة كأس رئيس الجمهورية وبطولة الدوري الوطني. بينما حين نتحدث عن نادي دز لا يمكن إطلاقا أن نتحدث عن الألقاب إطلاقا إطلاقا إطلاقا، نظرا إلى هذا النادي طبعا إصابة لهذا اللاعب سلمات للاعب مسعد جلو. طبعا لا يمكن ان نتحدث عن الالقاب اطلاقا حين يتعلق الامر بنادي دز. هو نادي حديث النشأة، نادي صعد الى دوري القسم الاول في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، لذلك هو يعني في تاريخه صفر بطولة، لا يمكن يعني لم يتوج لا ببطولة الكأس ولا الدوري الوطني في النسخة الماضية. يعني مواجهات الفريقين في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني تصب في صالح نادي دز، فاز على الحرس الوطني في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني ذهابا وإيابا، لذلك المواجهة تصب في مصلحة نادي دز. لكن هذه السنة نادي دز ليس بنادي دز النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني، والحراسيون معروفون بالندية، معروفون بالقوة البدنية، معروفون بالعزيمة، معروفون بحصد النقاط، معروفون أيضا بحصد الألقاب. أنت تتحدث عن نادي من أعرق أندية بطولة الدوري الوطني إلى جانب العميد الأكثر والكونكورد. إلى الجهة اليمنى هجمة مرتدة في هذه اللحظات نادي دز، ترفع كرة طويلة تخرج إلى ضربة مرمى لصالح نادي الحرس الوطني. ضربة مرمى أمامنا في الصورة، هذا اللاعب رقم 10 اللاعب أمادو مبوج، يعني لاعب مهاري مراوغ سريع للغاية. وهذه دكة بدلاء نادي دز، هذا أمامنا في الصورة سيدي بوبا علي وشيخاني عبد القادر، بالإضافة إلى شريف أحمدو، اسماء مهمة في دكة بدلاء نادي دز. الى منطقة الوسط، كرات متبادلة في هذه اللحظات، مشروع بناء رحلة هجومية يطبخ على نار هادية في هذه اللحظات. هنا يتعلق الامر بنادي دز الى الرواق الايسر حيث يتواجد اللاعب باء الحسين، تخرج الى ضربة مرمى. ضربة مرمى في هذه اللحظات، طبعا هذا مدرب نادي دز لا يهدأ له بال، وهو دودو لي، طبعا لي دودو هذا اللاعب الذي امامنا في الصورة، هذا المدرب الذي امامنا في الصورة، مدرب نادي دز قدم معه موسما رائعا، لكن هذه السنة إخفاقات متتالية، الخسائر متتالية في بطولة الدوري الوطني. دز في المركز العاشر، دز بعيد كل البعد عن يعني مستواه المعهود للنسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني. نعم خطأ واضح لا غبار عليه على اللاعب أحمد سالم تشوم، خطأ لا غبار عليه، يشير إليه طبعا حكم الراية إبراهيم السالم. إذا رمي التماس في هذه اللحظات، رمي التماس في هذه اللحظات طبعا إبراهيم سالم من الحكم الرابع. أيضا عبد العزيز وللبو حكم رائع، قدم موسما رائعا هذه السنة، مستوى أكثر من رائع هذه السنة في التحكيم، أسماء شاب هي الأخرى ولجت إلى بوابة التحكيم، على رأسها عبد العزيز يقدم مردودا رائعا، بينما الحكم الشاب الآخر ابن 25 عاما فقط دحان، ايضا حمل الاشارة الدولية منذ اسابيع قليلة. نحن نتحدث عن اسماء قادمة وبقوة في المجال التحكيمي، اسماء شابة. تعود الكرة الى الجهة اليمنى، كرات متبادلة في هذه اللحظات، دز يريد تعديل النتيجة، والحرسيون احذروهم في المرتدات، احذروا نادي الحرس الوطني في المرتدات، مغاير مغاير شكلا شكلا مضمونا للحرس الوطني هذه السنة، يقدم مردود رائع. تعود الكرة إلى الوراء، كرات متبادلة في هذه اللحظات من دفاعات نادي دز، من دفاعات نادي دز. طبعا اللاعب عبد الله إبراهيم، تعود الكرة إلى منطقة الوسط، تفتك من عناصر نادي الحرس الوطني، هجمة مرتدة في هذه اللحظات، البحث عن مساندة، تفتك الكرة، ما زالت على الميدان، ما زالت على الميدان. هنا يتعلق الامر بنادي الحرس الوطني، اللاعب ابراهيم مبويقي، تخرج الكره الى رمي التماس، رمي التماس في هذه اللحظات، رمي التماس، تعود الى نادي الحرس الوطني، كرات متبادله، الحرسيون هم الاقرب، هم الاقرب. اوه، ضيع نادي الحرس الوطني، ضيع الكثير في شوط اللقاء الاول، وما زال يواصل. امامنا في الصوره بشير مبايقي صاحب الهدف الوحيد في اللقاء،
يضيع الآن فرصة هدف محقق لنادي الحرس الوطني في الدقيقة الثالثة والخمسين من زمن شوط اللقاء الثاني إلى منطقة الوسط. مراوغ هذا اللاعب مراوغ ومهيري محاصر بثلاثة لاعبين تفتك هذه الكرة. تكتيك عالي جدا بالنسبة للحرس الوطني، بناء الرحلات الهجومية يعني أسلوب يعني منظم شيئا ما، انسجام واضح خاصة في منطقة الوسط. المزود الوحيد للماكينة الهجومية لنادي الحرس الوطني يقدم مردودا رائعا اليوم. تخرج الكرة إلى رامي التمس، رامي التمس في هذه اللحظات لصالح أو خطأ يشير إليه الحكم أدما، الحكم أدما جوب الحكم الذي يدير هذا اللقاء. نلاحظ التمريرة الأخيرة وحالة انفراد لمبوي، يعني بشير مبوي جاي صاحب الهدف الوحيد إلى منطقة الوسط، حيث الصراع والغلبة دائما للحرسيين في منطقة الوسط. سيدي مولاي يرفع كرة طويلة والدفاعات تتدخل، يتدخل دفاعات نادي الحرس الوطني. الحسن سالم حويبي يبعد خطر هذه الكرة وتخرج إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني، نادي دز عفوا، لنادي دز. سيدي مولاي يطلب الكرة، ترفع طويلة إلى الجهة الأخرى، دفاعات نادي الحرس الوطني تتدخل، ولك دفع من الخلف واضح يشير إليه الحكم جوب أدما، وخطأ في هذه الآونة لصالح نادي دز. أعتقد بأن مثل هذه الكرات يتقن تنفيذه سيدي مولاي صاحب الخميس رقم 10 الذي أمامنا في الصورة. من سينفذ هذه الضربة الحرة والمباشرة؟ وهل يتمكن نادي الدز من تعديل النتيجة؟ أعتقد الحسن جاي، أعتقد اللاعب الحسن جاي. أعتقد اللاعب الحسن جاي على التنفيذ. الحسن جاي على التنفيذ، الحسن جاي والحارس. اوه نادي دز يتمكن من تعديل النتيجة في هذه اللحظات، يتمكن من تعديل النتيجة في هذه اللحظات عن طريق اللاعب الحسن جاي. كرة لم يقدر عليها اطلاقا الحارس عمر تشوم، كرة مباغتة للجميع، كرة مباغتة للجميع سواء الحائط الدفاعي أو الحارس عمر تشوم. إذا نادي دز يعود بالمباراة إلى نقطة البداية عن طريق هذا اللاعب بشير مباي، عن طريق عفوا هذا اللاعب لاعب نادي دز. يا الله الحسن جاي يعيد المباراة إلى نقطة البداية. أوه في الزاوية 90 مباشرة، في الزاوية 90 مباشرة، وتعود المباراة إلى نقطة البداية، تعود المباراة إلى حيث انطلقت، لا غالب ولا مغلوب في هذه اللحظة. كرة صاروخية مباغتة للحارس، حارس مرمى الحرس الوطني علي عمر تشوم، حبذا لو أعادها لنا المخرج سليمان. يا الله أوه لا تقدر عليها إطلاقا يا علي عمر تشوم، هي باغتت يعني باغتت الجميع يا حسن. على اي حال تعود الكره في هذه اللحظات الى خطا لصالح نادي الحرس الوطني، لصالح نادي الحرس الوطني. تفتك من دفاعات نادي دز الذي يعيد المباراه الى نقطه البدايه. كادر محاط بلاعب سيدي مولاي الى الحسن جاي، تعود الى نادي دز في هذه اللحظات، وهجمة مرتدة لصالح نادي دز. حسن جاي الذي دخل في شوط اللقاء الثاني مكان ورزق يقدم مردودا رائعا، وصاحب الهدف الاخير والتسديدة الصاروخية الاخيرة، كرات متبادلة. بدأ نادي دز يدخل في مجريات اللقاء. سيدي مولاي، سيدي مولاي يرفع كورة، لكن دفاعات نادي الحرس الوطني حاضرة وتبعد خطر هذه الكرة، تبعد خطر هذه الكرة. مبوي يمرر الى منطقة الوسط، تعود الى نادي دز، تدخل من الخلف يستدعي بطاقة صفراء. هو كذلك، هو كذلك، نعم نعم، بطاقة صفراء لا غبار اطلاقا على قرارك ايها الحكم جوب ادما، بطاقة صفراء مستحقة، تدخل من الخلف واضح، سنلاحظ ذلك من خلال الاعادة، من خلال الاعادة.
من خلال العادة البطاقة صفراء لدومينو حبيبه يتحصل على بطاقة صفراء في هذه اللحظات. وخطأ لصالح نادي الحرس الوطني، كرة مرفوعة، كرة مرفوعة في هذه اللحظات، تخرج الكرة إلى الحكم، يأمر بضرورة إعادة تنفيذ الخطأ. ونلاحظ التدخل الأخير والبطاقة الصفراء المستحقة هو كذلك لغبار عليها إطلاقا. الدقيقة 58 من زمن شوط اللقاء الثاني هنا في ملعب شيخ بدي، وبالتحديد الجولة 10 من بطولة الدوري الوطني. الحرسيون ونادي دز والتعادل الإيجابي يسيطر على اللقاء، والموسيقى الصاخبة من مدرجات ملعب شيخ بدي للفرقة العسكرية الموسيقية التابعة لنادي الحرس الوطني. يعني حين يلعب نادي الحرس الوطني تقرع الطبول في المدرجات، هكذا عهدناه في بطولة الدوري الوطني. يعني ايقاع سريع سواء على الميدان او في المدرجات لنادي الحرس الوطني، انصاره هكذا يدقون الطبول دائما. اذا هجمه مرتده في هذه الاونه تفتك من دفاعات نادي دز الى منطقه الوسط. دز يريد اقتناص هدف في هذه اللحظات، يعيد به يعني المباراه الى مجرى اخر مغاير للسيناريو الاول. الى منطقه الوسط، كره مرفوعه من الحرسيين، احذروا الحرسيين في المرتدات. الى الرواق الايمن، مبو يتوغلها الحارس مباشرة سيدي محمد بابكر، سيدي محمد بابكر، تعود الكرة الى منطقة الوسط، كرة متبادلة في هذه اللحظات الى نادي الحرس الوطني واللاعب مبوي سليمان، تعود الى منطقة الوسط. دز يتوغل في هذه اللحظات في منطقة الوسط عن طريق اللاعب كادر، كادر يرفع كرة الى الجهة اليمنى، الى الجهة اليمنى، دزهم الافضل حسن جاي الرائع، رائع هذا اللاعب منذ دخل، اعطى يعني دفعا هجوميا لنادي دز. حسن جاي يمرر كرة الى الوراء، كرات متبادلة في هذه اللحظات، هم الاقرب هم الاقرب هم الاقرب، تخرج الكرة بكل روح رياضية الى رامي التماس سيدي مولاي، ثالث سقوط له على الميدان منذ انطلاقة المباراة. مراقب كثيرا واللقابة لصيقة على هذا اللاعب الذي امامنا بالصورة، الدينامو والمحرك والمايسترو لمنطقة وسط نادي دز، وهذا الصاروخ الذي استقر في زاوية مرمى الحارس علي عمر تشوم. باغت الجميع الحسن جاي بالتسديدة الاخيرة بدءا من الحائط الى الحارس الى حارس المرمى. اذا رامي التماس في هذه اللحظات، رامي التماس في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني على التنفيذ، ابو باي سليمان، وتبديل في هذه اللحظات، يدخل اللاعب طبعا شريف حمدي، شريف حمدو امامنا في الصوره، اللاعب شاب واعد قادم في صفوف نادي دز، يدخل في هذه اللحظات، هو يعني نقطه هجوميه مهمه واضافه هجوميه مهمه لنادي دز، خاصة الباحث عن العلامة كاملة وفي أمس الحاجة لفوز، وفي المركز العاشر من تصنيف فرق بطولة الدوري الوطني. هزمة مرتدة في هذه الآونة عن طريق الرواق الأيمن بوي لنادي دز، نادي الحرس الوطني تخرج إلى رامي تمس، رامي تمس في هذه اللحظات، أو فعلا رامي تمس لصالح نادي الحرس الوطني، أو ضربة زاوية بالتحديد، ضربة زاوية، ضربة زاوية لصالح نادي الحرس الوطني، كرة مرفوعة تبحث عن رأسية، ضربة دفاعية تبعد الكرة إلى خارج المرمى، وضربة مرمى لصالح نادي الحرس، نادي دز في هذه اللحظات الذي نجح في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد أن تمكن نادي الحرس الوطني من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 7 من زمن شوط اللقاء الأول. تعود الكرة إلى منطقة الوسط، هجمة في هذه اللحظات تطبق على نار هادئة، هنا يتعلق الامر بنادي دز. حسن جاي الرائع اعطى دفعا هجوميا معنويا واضحا لهجوم نادي دز منذ دخل، التحق به اللاعب الشريف حمد منذ لحظات الذي يحمل يعني القميص الرقم 12، ونلاحظ الحسن جاي المزعج يفتك هذه الكره. اوه هذا اللاعب المزعج والمربك عبد محمد الشيخ امامنا في الصوره، هجوم نادي دز خطر للغايه خاصه في المرتدات، خاصة في المرتدات، وهذه ضربة زاوية الأخيرة لصالح نادي الحرس الوطني. إذا خطأ لصالح نادي الحرس الوطني في هذه الآونة، خطأ في هذه اللحظات لصالح نادي الحرس الوطني على التنفيذ، قائد نادي الحرس الوطني. هذه طبعا ضربة زاوية الأخيرة لتلعب بالنار إطلاقا،
دفاع نادي الحرس الوطني كاد يلعب بالنار، هذا الخطأ قد يكلفه هدفا غاليا في هذه الدقائق. طبعا أذكركم مشاهدي الكرام بأن نادي الكونكورد فاز منذ قليل على نادي كيهيدي بهدفين مقابل هدف، ولو أن نادي كيهيدي قدم مردودا رائعا لكن لم يكن محظوظا، ضيع ضربة جزاء في شوط اللقاء الأول، ضيع عديد الفرص التي هي بمثابة أهداف. الصدارة ما زالت بحوزة البرتقالي أفسن وديبو، الغواصة البرتقالية تغرد بعيدا في الصدارة هذه السنة بعد سلسلة الإخفاقات في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، تلملم أوراقها وتعود وبقوة هذا الموسم. لا تلعب بالنار إطلاقا يا الحارس عمر تشوم. هجمة مرتدة في هذه الآونة، هجمة مرتدة في هذه الآونة لصالح عن طريق عبد محمد الشيخ إلى حسن جاي، تعبر الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى لصالح نادي الحرس الوطني. حسن جاي أمامنا بالصورة صاحب التسديدة الصاروخية الأخيرة، أمامنا هذا اللاعب تسديدة لا ترد ولا تصد إطلاقا، بغتت الحائط ثم الحارس ثم استقرت في الشباك. يعني أهداف جميلة في بطولة الدوري الوطني سجلت حتى هذه اللحظة ونحن في الجولة العاشرة من بطولة الدوري. سيدي مولاي يرفع كرة طويلة والحارس مباشرة عمر تشوم، عمر تشوم، وهجمة مرتدة في هذه اللحظات للحرس الوطني، كرات متبادلة تعود لنادي الحرس الوطني دائما وخطأ يشير إليه الحكم أدم جوب، الحكم أدم جوب. الدقيقة 64 من زمن شوط اللقاء الثاني، التعادل الإيجابي ما زال مسيطرا على اللقاء هنا من ملعب شيخ بيدية. هذه المباراة التي تلعب في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الوطني بنقل حي ومباشر لكل صغيرة متعلقة أو كبيرة متعلقة ببطولة الدوري الوطني. لا شك هنالك لقاءات، لا شك هنالك لقاءات. طبعا من الأخبار الواردة أن العجوز الفرنسي باتريس نيف سيشرف على تدريب المنتخب السوداني، ومن المفارقة العجيبة أن المنتخب السوداني سيواجه المنتخب الوطني المرابط. سلامات سلامات لهذا اللاعب، سلامات سلامات لكل اللاعبين، سلامات. أعتقد بأن اللاعب في حالة حرجة في هذه اللحظات. سلامات سلامات لكل الأسماء، سلامات لكل الأسماء في حالة حرجة في هذه اللحظات. نلاحظ التصادم الأخير، التصادم الأخير، سلامات لهذا اللاعب لاعب نادي دز. يعني حتى هذه اللحظة لم نتعرف على ملامح هذا اللاعب، ما زال ملقا على أرضية الميدان بالإضافة إلى يعني لاعب آخر، واصطدام حدث بينه وبين اللاعب نادي الحرس الوطني، يعني عنصر من نادي الحرس الوطني وآخر من نادي دز. الحمد لله يقف سالما في هذه اللحظات، أو يجلس لاعب نادي دز، بينما لاعب نادي الحرس الوطني ما زال ملقى على الميدان هو الآخر. سلامات لكل الأسماء، سلامات لكل الأسماء. يعني اللاعب الخشونة الزائدة، الخشونة الزائدة هي التي تسبب دائما مثل هذه الإصابات، مثل هذه الإصابات. سلامات لكل الأسماء. أعتقد بأنه اللاعب لاعب نادي دز عبد محمد الشيخ يقف في هذه اللحظات، بينما أحد عناصر نادي الحرس الوطني ما زال ملقى على أرضية الميدان. أعتقد بأنه ربما يكون اللاعب مباي. سلامات لكل الأسماء. هذه التسديدة الصاروخية الأخيرة للحسن جاي. طبعا مباراة أفسن وديبو والرياض انتهت بفوز أفسن وديبو بهدف دون رد هناك في العاصمة الاقتصادية وديبو. لكن الخبر يعني الأبرز في هذه اللحظات هو إشراف المدرب السابق المنتخب الوطني باتريس نيف، الذي نجح، الذي كان أول مدرب مع المنتخب الوطني يعبر به إلى بطولة الشان آنذاك المنظمة في جنوب إفريقيا.
سيشرف على تدريب منتخب السوداني. والمفارقة العجيبة بأن المنتخب السوداني ضمن مجموعة المنتخب الوطني في الشان المنظمة في المغرب. لذلك العجوز باتريس نيفا العجوز طبعا وعجوز يعني عصبي للغاية أكثر من اللازم سيواجه منتخبه السابق المنتخب الوطني المرابطون في بطولة الشان. يا الله باتريس نيفا بمواجهة المرابطون هذه المرة، أصدقاء الأمس أعداء اليوم، هكذا هي كرة القدم، يحدث بها المستحيل. هي لم تكن الشعبة يعني اللعبة الشعبية الأولى عالميا، لم يأتيها هذا اللقب من فراغ، يعود ذلك إلى كثرة متابعيها ولجمهورها الرياضي الواسع. وهجمة مرتدة في هذه اللحظات لصالح نادي داز، نادي داز هنالك عرقلة واضحة على اللاعب عبد السلام بلال أمامنا في الصورة. عبد السلام بلال، سلامات لكل الأسماء. هذا اللاعب الحسن سالم حويبيب لاعب المنتخب الوطني المحليين أمامنا في الصورة، قائد نادي داز، قائد نادي الحرس الوطني، وهو اللاعب الوحيد من ضمن تشكيلة نادي الحرس الوطني المتواجد في صفوف المنتخب الوطني المحليين. أحمد سالم حويبيب والتدخل القوي الأخير من قائد نادي الحرس الوطني. خطأ لصالح نادي داز في مكان جيد. دقيقة 69 طويلة، هذه الكرة تبحث عن رأسية لكن بين أحضان الحارس عمر تشوم. 20 دقيقة متبقية من زمن شوط اللقاء الثاني. الحرسيون والداز التعادل الإيجابي مسيطر على اللقاء، صراع محتدم في هذه اللحظات، وهجمة مرتدة لصالح نادي الحرس الوطني في هذه اللحظات، يقودها اللاعب باي سليمان لكن بين أحضان الحارس سيدي محمد بوبكر إلى منطقة الوسط في هذه اللحظات. تفتك وتعود للحرس الوطني، إلى الحرس الوطني، تخرج إلى رامي التماس بل وخطأ يشير إليه حكم الراية على المدافع أحمد سالم حويبيب. وهذا المدافع الصلب الذي أمامنا في الصورة، مدافع أحمد سالم تمبال. طبعا سلامات لكل اللاعبين، دخول طبعا اللاعب كان الحسين الذي أمامنا في الصورة تدعيما لمنطقة الوسط بالتحديد. إذا نادي داز يحاول خطف 3 نقاط مهمة في شوط المباراة الثانية أمام الحرس الوطني، لكن مرتدات الحرسيين دائما تشكل خطورة ودفاعات ضربك في هذه اللحظات في دفاعات نادي داز. تخرج الكرة إلى سيدي مولاي يتوغل، سيدي مولاي مهاري ومراوغ يتوغل عن طريق الرواق الايسري، وهي كرة على طبق من ذهب. اوه بعيدة هذه الكرة، داز هو الاخطر في المرتدات. طبعا لقاءات الغد، الشرطة الوطنية في مواجهة جكجة، يعني لقاء قوي للغاية، تفرق زينة في مواجهة كينغ نواكشوط، لقاء ايضا قوي للغاية غدا، تفرق زينة في مواجهة كينغ والشرطة الوطنية في مواجهة جكجة. إلى منطقة الوسط نلاحظ سيدي مولاي يتوغل، يمرر كرة على طبق من ذهب لعبد السلام بلال لكنه لا يتمكن منها، وتخرج هذه الكرة بعيدة. هجمة مرتدة في هذه اللحظات لصالح نادي داز عن طريق اللاعب طبعا الذي دخل منذ قليل، اللاعب يعقوب محمد. داز يقدم مردودا رائعا خاصة في المرتدات، يعقوب محمد إلى اللاعب شريف. شريف يسقط على الميدان، سلامات للاعب شريف، سلامات للاعب أمامنا في الصورة، لاعب شاب واعد قادم في صفوف نادي داز. إلى منطقة الوسط مباشرة. اعتقد بان نادي الحرس الوطني في هذه اللحظات بدا يعود شيئا ما لمناطقه الدفاعيه، وكانه يريد انهاء هذا اللقاء بالتعادل او الخروج بنقطه واحده، هو يعني يحتل المركز الخامس بينما نادي داز في المركز العاشر. سيدي مولاي يمرر الكره الى الجهه اليسرى مرفوعه لكن بعيده وبلا عنوان اطلاقا، يعني ما زلت اعيد مره ثانيه بان العجوز باتريس نيفا
سيواجه المنتخب الوطني المرابطون في بطولة الشؤون القادمة المنظمة في المغرب، لأنه يشرف أو أشرف على تدريب المنتخب السوداني والمنتخب السوداني ضمن مجموعة المنتخب الوطني المرابطون إلى جانب المغرب، إلى جانب طبعا المغرب وغينيا. يعني مجموعة قوية تنتظر المنتخب الوطني، لا سيما حين يكون البلد المضيف على رأس هذه المجموعة. الشارع الرياضي يخشى دائما من خيارات كورنتان ومصطفى صال، الجميع يريد الأسماء التي تستحق، الأسماء التي برزت وبشكل لافت في بطولة الدوري الوطني، وهجمة مرتدة في هذه اللحظات، لكن دفاعات نادي الحرس حاضرة، يريدون الأسماء التي برهنت على قوتها في بطولة الدوري الوطني. طبعا فيما يخص المحترفين، نجم وسط المنتخب الوطني جيالو جيديلي قاد ناديه ترك للفوز اليوم برباعية نظيفة، سجل منها هدف وقام بتمرير هدفين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري التركي. يعني جيديلي يقدم مردودا رائعا في الدوري التركي، كذلك هو حال مامانيوس هناك في لبنان، وحال بيجيلي في الجزائر، وعبد الله السلم لقب بابلي اسماء في الدوري الجزائري طبعا، وبكارين جاي في الدوري المغربي، بينما مولاي خليل بسام عاد الى العاصمة نواكشوط، وسيلتحق قريبا باحد الاندية الوطنية من اجل ان يشارك مع المنتخب الوطني المرابطون في بطولة الشان، ليعود لمستواه الطبيعي واهدافه الرائعة انذاك في بطولة الشان المنظمة عام 2014 في جنوب افريقيا انذاك، حين صعد المنتخب الوطني على حساب المنتخب السنغالي بهدفين دون رد هنا في ليلة رمضانية اكثر من رائعة في شهر رمضان الكريم، هنا حين فاز المنتخب على السنغال بهدفين، هدف اللقاء الاول كان من امضاء مولاي خليل بسام، والهدف الثاني من امضاء تقي الله الدنا. ليلة يعني لا تنسى اطلاقا في الملعب الاولمبي، من اكثر الليالي فرحا في الملعب الاولمبي طيلة السنوات الماضية والحالية. هجمة مرتدة في هذه اللحظات الحرس الوطني، لكن دفاعات نادي داز حاضرة بالمرصاد في هذه اللحظات لقائد نادي الحرس الوطني. تعود الكرة إلى الحارس علي عمر جم، طبعا أمامنا في الصورة قائد نادي الحرس الوطني سلم حويبي، هنالك تدخل قوي على سيدي مولاي، رابع مرة يسقط هذا الفتى الرائع على يعني نجيلة الاصطناعية هنا في ملعب شيخة بيدية، يضغط على هذا اللاعب أينما حل. طبعا هذا اللاعب الشاب الآخر شريف أحمدو، يعني الشباب اليوم صارت يعني الوجوه الشابة كثيرة في بطولة الدوري الوطني، لا يوجد نادي اليوم إلا ويعول على اسمه واسمان من الوجوه الشابة. داز في هذه اللحظات يحاول جاهدا تسجيل الهدف الثاني والاطمئنان على العلامة الكاملة، وضربة زاوية، ضربة زاوية في هذه اللحظات، ضربة زاوية في هذه اللحظات لصالح نادي داز على بعد ربع ساعة فقط من زمن من نهاية الشوط اللقاء الثاني، وبشكل رسمي ترفع هذه الكرة إلى منطقة الوسط، إلى منطقة الوسط دفاعات نادي داز الحاضرة، هنالك مساحات في دفاعات نادي داز طبعا في حالة المرتدات، أعتقد بأن نادي داز قد يعاني كثيرا أمام نادي الحرس الوطني نظرا إلى المساحات الكبيرة و الفجوات والثغرات الموجودة في دفاعات. وهذا تدخل الأخير على اللاعب شريف أحمدو اللاعب الشاب الذي دخل في شوط اللقاء الثاني، كرات متبادلة في هذه اللحظات لنادي داز الذي بدأ أحسن شيء ما في شوط اللقاء الثاني، بينما نادي الحرس الوطني تراجع أداؤه قليلا في شوط اللقاء الثاني أو نسقه الهجومي بالتحديد. تخرج الكرة إلى رامي تمس، رامي تمس في هذه اللحظات، رامي تمس في هذه اللحظات على تنفيذ اللاعب كان الحسين الذي دخل في شوط اللقاء الثاني، وهنالك تبديل اخر بالنسبه لنادي الحرس الوطني، يعني ثاني ورقه يقحمها المدرب جانفيون، هنالك تبديل اخر، اخراج اللاعب احمد سالم، يخرج في هذه اللحظات اللاعب احمد سالم ويدخل مكانه طبعا اللاعب احمد المعطى امامنا في الصورة، يعني ثاني ورقة
الرابحة بشوط اللقاء الثاني يزج بها المدرب مدرب نادي الحرس الوطني ورامي تماس في هذه اللحظات على التنفيذ كان الحسين كان طبعا على التنفيذ اللاعب الشاب الذي دخل في شوط اللقاء الثاني يعقوب محمد هنا يتعلق الامر بنادي داز لذلك خطا في منطقه الوسط اعتقد اللاعب سيدي مولاي يقع تنفذ الكره السريعه في هذه اللحظات بالنسبه لعناصر نادي داز الى الرواق الايسر لكن دفاعات نادي الحرس الوطني حاضره يعني لا وجود للثغرات والفجوات لا بصيص امل اطلاقا مؤدي الى الحارس عمر تشوم كل المنافذ مغلقه ان يتعلق الامر بدفاعات نادي الحرس الوطني كرات متبادله تخرج الكره الى رامي تمس رامي تمس في هذه اللحظات تنفذ سريعه الى منطقه الوسط خطا اخر لصالح نادي الحرس الوطني يحاول تنفيذه هو بسرعه اللاعب طبعا شريف احمدو اللاعب الشاب الذي امامنا في الصوره دخل منذ قليل خطا في هذه اللحظات على تنفيذ عبد الله عمر يرفع كره طويله الحرسيون هم الاقرب الى منطقه الوسط هجمه مرتده سريعه في هذه اللحظات ملك لمسه يد يشير اليها الحكم الحكم يامر بمواصله اللاعب يشير الى اللاعب طبعا شريف احمدو تعود الكره الى نادي دز سريع في المرتدات هنالك لمسه يد اخرى وبطاقه صفراء بطاقة صفراء في هذه اللحظات بطاقة صفراء في هذه اللحظات للاعب مامادو الحضرمي الذي امامنا في الصورة يتحصل على بطاقة صفراء طبعا مسك من الخلف كان واضح مسك القميص يستدعي بطاقة صفراء يعني لا جدال في ذلك اطلاقا تعود الكرة الى منطقة الوسط كرات متبادلة في هذه اللحظات كرات متبادلة في هذه الآونة هجمة مرتدة لصالح نادي الحرس الوطني تفتك هذه الكرة تفتك هذه الكرة إلى اللاعب شريف أحمدو هجمة مرتدة في هذه اللحظات لصالح نادي دز عن طريق الحسن جاي إلى الجهة اليسرى إلى الجهة اليسرى حيث يتواجد مولاي سيدي مولاي تخرج الكرة هنالك تدخل على اللاعب سيدي مولاي سلامات 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 للاعب سلامات للمايسترو منطقة وسط نادي داز أمامنا في الصورة ملقى على الميدان سلامات له التدخل الأخير سنشاهد ذلك من خلال إعادة هل كانت هنالك عرقلة أو تدخل من الخلف واضح سنشاهد ذلك من خلال إعادة ضربة زاوية في هذه اللحظات تنفذ سريعة سيدي مولاي الحكم يأمر بضرورة إعادة تنفيذ الكرة عشر دقائق متبقية وهذا التدخل الأخير على اللاعب سيدي مولاي ضربة زاوية في هذه اللحظات لصالح نادي داز ضربة زاوية لصالح نادي داز ترفع كرة طويلة تبحث عن رأسية لكن دفاعات نادي الحرس الوطني تبعد خطر هذه الكرة ترفع مرة ثانية تبحث عن رأسية تأتي الرأسية لكن بعيدة عن الحارس عمر تشوم بعيدة عن الحارس العمر تشوم تخرج الكرة إلى ضربة مرمى طبعا أمامنا في الصورة اللاعب الشاب كاميرا بابا عبد الله لاعب بقامة طويلة يمتلك يعني قدرات فنية رائعة كرات متبادلة سيدي مولاي سيدي مولاي قد يمرر وهو كذلك لكنها مقروءة من دفاعات نادي الحرس الوطني نادي داز هو الأفضل حتى هذه اللحظة داز هم الأفضل حتى هذه اللحظة هجوميا لكن احذروا الحرسيين في المرتدات احذروا نادي الحرس الوطني في المرتدات ورمي تماس ونلاحظ التجديد الاخيره والراسيه الاخيره من الحسن جاي راسيه طبعا الاخيره من اللاعب الشاب عبد السلام بلال طويله هذه الكره الى منطقه الوسط التركيز دائما على الرواق الايسر لكن دفاعات نادي الحرس الوطني حاضره
نلاحظ بأن جل عناصر تشكيلة نادي الحرس الوطني عادت إلى الوراء لتأمين المناطق الدفاعية في هذه الدقائق العشر المتبقية أو ثماني دقائق فقط متبقية. هجمة مرتدة في هذه اللحظات. يعقوب محمد يعقوب يرفع كرة لكن دفاعات نادي الحرس تبعد أمامنا في الصورة. يعقوب محمد ظهير أيمن رائع للغاية، قدم مردودا رائعا، دخل في شوط اللقاء الثاني اللاعب يعقوب محمد. طبعا الحرس الوطني اليوم ظهر مغايرا في هذه الدقائق الأخيرة، عهدناه بلياقة بدنية عالية لكن تراجعت شيئا ما في هذه الدقائق الأخيرة. كرة طويلة في هذه اللحظات وبين أحضان الحارس عمر تشيوم، التسديدة ضعيفة للغاية من سيدي مولاي. أمامنا في الصورة صاحب التسديدة الأخيرة سيدي مولاي. تخرج الكرة إلى رامي تمس لصالح نادي دز، هم الأفضل حتى هذه اللحظة في هذه الدقائق المتبقية من زمن شوط اللقاء الثاني. تخرج الكرة إلى رامي تمس. نلاحظ سيدي مولاي يعني كان بالإمكان أن يتمهل قليلا ولو أن تكتل دفاعات نادي الحرس الوطني يحول دون ذلك. سيدي مولاي صاحب التسديدة الأخيرة يمرر الكرة في هذه اللحظات لكن دفاعات الحرس الوطني حاضرة يقظة متفطنة لكل صغيرة وكبيرة. المراوغ مبوي، رائع هذا اللاعب، رائع هذا اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 أمادو مبوج. هنالك خطأ يشير إليه الحكم، أدم عليو هذا محمد سالم حويبي قائد نادي الحرس الوطني، اللاعب الوحيد الذي يمثل المنتخب الوطني المحليين من تشكيلة نادي الحرس الوطني بعد أن غابت أسماء نادي الحرس الوطني في السنوات الأخيرة عن تمثيل المنتخب الوطني. يعني في السنوات الماضية من النادر جدا أن تشاهد لاعب قادم من صفوف نادي الحرس الوطني يعني وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني، لكن في النسخة الماضية من بطولة الدوري الوطني ظهرت أسماء في نادي الحرس الوطني من بينها هذا اللاعب محمد سالم حويبيب واللاعب الآخر أمادو مبوج. أسماء ظهرت وبقوة فرضت اسمها على خيارات الفرنسي كورينتان مارتينز وبيتيسال. تخرج الكرة إلى رامي تمس. طبعا يعاب دائما على بيتيسال خياراته ببطولة الدوري الوطني. الجمهور الرياضي متحمس لمشاهدة الأسماء التي تستحق ضمن لائحة تشكيلة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة الشان القادمة في المغرب. ولو أن في الأخير الحكم يعني هو الخيار الأخير يعود للمدرب مصطفى صال وكورينتان مارتينز، ولو أن مصطفى صال هو أكثر متابعة ومسايرة ومواكبة لبطولة الدوري الوطني من الفرنسي كورينتان الذي يتواجد كثيرا هناك في بلاد الأنوار هناك في بلاد العطر فرنسا. اذا خطا في هذه اللحظات، اللاعب الذي كنت اتحدث عنه منذ قليل امادو مبوج على التنفيذ يرفع كره طويله في هذه الاونه والراسيه تاتي في هذه اللحظات فوق العارضه. اخطر هجمه لنادي الحرس الوطني منذ انطلاقه شوط اللقاء الثاني تمثلت في هذه الراسيه الاخيره. اربع دقائق متبقيه من زمن شوط اللقاء الثاني. تعود الكرة إلى دفاعات نادي دز. نسق المباراة أو ريتم المباراة بدأ يعني يشهد نوع من البرودة، ربما يعود ذلك إلى الخوف من تلقي هدف في هذه الدقائق المتبقية. ونلاحظ الرأسية الأخيرة التي مرت بسنتيمترات قليلة عن العارضة ونزلت على الشباك لكن من الخلف. كرة طويلة إلى سيدي مولاي، الله على الكنترول، سيدي مولاي يحافظ على كرته، قد يسدد، يمرر كيف سددت يا يعقوب أو شريف محمد، كيف سددت؟ يعني حالة انفراد وحالة تسديد غريبة للغاية يعني لا أدري كيف سدد مثل هذه التسديدة، حالة انفراد مع الحارس عمر تشوم. داز يضيع هدف
كان بالإمكان أن يحصد من خلاله العلامة كاملة وأن تحصد 3 نقاط من بين فكي الحرس الوطني. نلاحظ أوهو يا شريف محمد، يا شريف محمد، مثل هذه الكرات لا تضيع حالة انفراد. أنت ضيعت 3 نقاط مهمة من خلال التسديدة الأخيرة، ويتوغل نفس اللاعب يريد الحصول على ضربة جزاء لكن لا يوجد هنالك تدخل. هجمة مرتدة في هذه اللحظات لصالح نادي دز، لصالح نادي دز في هذه الآونة. الحسن جاي وأمام في الصورة اللاعب الكن الحسين الذي دخل في شوط اللقاء الثاني بتشكيلة نادي الحرس الوطني. دقيقتين متبقيتين من زمن شوط اللقاء الثاني، هل يتمكن نادي دز من تسجيل الهدف الثاني؟ تعود الكرة إلى أحمد الشريف أحمد، لكن تفتك من دفاعات نادي الحرس الوطني إلى منطقة الوسط، إلى منطقة الوسط مباشرة حيث يحتدم الصراع، حيث المنافسة. هذا التدخل الأخير على اللاعب الحسن الجاي لاعب نادي دز. لا شك بأن المدرب دودولي غير راضي عن أداء عناصر نادي دز من خلال تضييع الهجمات التي هي بمثابة أهداف. سلامات لقائد نادي دز دومينو حبيبو، أمامنا في الصورة ملقى على الميدان. سلامات لقائد نادي دز دومينو حبيبو ملقى على أرضية الميدان. 4 دقائق كوقت بدل ضائع يشير إليها الحكم في هذه اللحظات، 4 دقائق كوقت بدل ضائع. من تمكن من تسجيل هدف في هذه اللحظات أعتقد بأنه سيكسب العلامة كاملة. دومينو حبيبو يغادر الميدان في هذه اللحظات ربما لتلقي الإسعافات الأولية خارج الميدان من أجل متابعة اللقاء في الدقائق المتبقية. دومينو حبيبو، سلامات لقائد نادي دز. كرة مرفوعة من اللاعب علي سيدي محمد بوبكر تعود إلى نادي الحرس الوطني. أمادون بوج لا يلتحق بالكرة، تخرج إلى رامي تمس. أمادون بوج أسماء مهمة، والولي جاي أسماء مهمة في تشكيلة نادي الحرس الوطني. تخرج الكرة إلى رامي تمس في هذه اللحظات. دائما الحسن جاي المزعج حين دخل شكل إضافة في هجوم نادي دز في هذه اللحظات. كرات متبادلة، نادي دز هادئ شيئا ما. موسى جالو إلى سيدي مولاي تفتك هذه الكرة، وهجمة مرتدة سريعة على الحرس الوطني، محاصر بلذة لاعبين وبطاقة صفراء. خطأ كان تكتيكيا واضح، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. إذا خطأ لصالح نادي الحرس الوطني، يدركون جيدا ما مدى خطورة نادي الحرس الوطني خاصة في المرتدات. نادي الحرس الوطني في هذه اللحظات يتوغل، تعود الكرة إلى منطقة الوسط. كرة متبادلة، الحرسيون يريدون يعني إطلاق رصاصة الرحمة في هذه الثواني المتبقية من اللقاء. وهجمة مرتدة، والحسن جاي شكل إضافة كبيرة هذا اللاعب حين دخل. حسن جاي يتوغل يبحث عن مساندة إلى سيدي مولاي في الجهة اليسرى. كرة مباشرة إلى الجهة اليمنى حيث حميدو، طبعا يعقوب محمد وشريف أحمد يقف في مكان تسلل إلى منطقة الوسط. هنالك عرقلة من الخلف، عرقلة من الخلف على اللاعب بول حسين، لاعب ارتكاز نادي دز. إذا التعادل الإيجابي يسيطر على اللقاء حتى هذه اللحظة بهدف لمثله. هدف نادي الحرس الوطني سجل في الدقيقة 7 من زمن شوط اللقاء الأول، بينما هدف نادي دز سجل في شوط اللقاء الثاني على بعد 30 دقيقة من نهاية شوط اللقاء الثاني تم تسجيل هذا الهدف. كرة طويلة إلى الجهة اليمنى حيث يتواجد اللاعب الحسن جاي، تخرج إلى رامي ضربة مرمى لا يلتحق بها طبعا اللاعب، لا يلتحق بها
لذلك هي ضربة مرمى ينفذها الحارس علي عمر تشوم حارس مرمى نادي الحرس الوطني. هجمة مرتدة في هذه اللحظات لصالح نادي دز سيدي مولاي يتحصل على خطأ في مكان حساس وجيد على بعد ثواني قليلة من نهاية المباراة بشكل رسمي. يتحصل على خطأ في مكان جيد وحساس على بعد ثواني قليلة من صفرة حكم المباراة جوب أدما، وخطأ آخر يعني فرصة لنادي دز في هذه اللحظات وتخرج الكرة. أعتقد بأن الحكم أدما جوب سيعلن صفرة النهاية في هذه اللحظات. وهو كذلك صفرة نهاية المباراة بشكل رسمي بالتعادل الإيجابي بين نادي دز ونادي الحرس الوطني. انتقل بكم الان الى يعني مقابلات مع مدربي الفريقين. تحيتي حمود عمر. Thank you.